الاثنين 19 مارس 2018 حلقة جديدة من برنامج نهار نهار يجيكم مباشرة على قناة الزيتونة الفضائية. بطبيعة بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة ومحلاها للناس الكل، رغم الأخبار اللي نسمع فيها اليوم اللي بطبيعة باش نشوفوا شنو صاير في البلاد. حاجات للأسف تأسف شوية، لكن ميساج خلينا إن شاء الله ديما نكونوا ننظروا من المواضيع ديما من الجوانب الإيجابية بطبيعة، وأحلى الحاجات الإيجابية الموجودة معنا في حصتنا بطبيعة في نهار نهار. يا ماكلتي الشيف أيوب، أيوب شنو أحوالك؟ خونا فادي مرحبا بك، مرحبا بالسادة المشاهدين الكل، أينما كنتم نحييكم. أنا الشيف أيوب شفطر كالعادة في نفس الموعد باش نحاول نقدم لكم وصفات إن شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم. أكيد أنا نختارها سواء من المطبخ التونسي ولا من المطابخ العالمية، لكن ديما الراعي فيها المقدرة الشرائية للتونسي خاصة اللي أحواله المادية الأيامات تدهورت شوية، إن شاء الله ربي يحصل لطفه برا. دونك اليوم السادة المشاهدين أنا باش نعمل طبق مفتحات مميز شويه، طبق مفتحات كله صحه وكله فيتامينات. هالطبق باش يكون سلطه روز، لكن ماهيش سلطه عاديه، باش نعمل فيها العدس. خذيت عدس بلدي غسلته بالماء بالقدا، ومن بعد حطيته في نار في على نار هاديه وخليته يطيب في الماء. عدس بلدي يعني مش العدس كبيره برشا، اي مش العدس الامريكاني كرفتح. دونك هذايا العدس البلدي بتاعنا، غسلناه بالقدا صفيناه، كان فيه الردبانه، كان فيه معنا شوائب ولا حاجه تنحى منه الكل تغسل. ومن بعد نخليه يغلي، نحطوه على ماء بارد ونشعلوا عليه النار هاديه نخليه يطيب. دونك هذايا بالنسبه للعدس. بالنسبه للمكون الثاني لوبيا حمراء، لوبيا حمراء انا خذيتها صراحه ما نكذبش عليك حكه حاضره. دونك نغسلوها بالقدا ونحضروا معاها طماطم وفلفل، هذوما كل قصيناهم كيس سلطه تونسيه، باش نزيدوهم مع الروز وتشوفوا كيف تفوحوه. هذايا الكل باش يكون عباره على طبق مفتحات لنهار اليوم. علاش انا اخترت روز في طبق مفتحات وبلا كونسيستون، معناها باش يكون يعني غني شويه بالالياف وغني برشا بالفيتامينات، باش يكون زاد غني بالسكريات. معاه في الطبق الرئيسي عندنا طبق باش يكون طاجين بالتنجير ولا جراتان تاع بالتنجير، باش نشوفوا كيفاش نعملوه. انا باش نعمل له صوص باللحم مفروم، لكن الصوص هذه ماهيش زعره كيما الطاجين تاعنا، باش نعملها حمراء بالطماطم. حطيتها انا مع البصل اللحم مفروم يتقلى مع البصل، فوحته ملح وفلفل اكحل، باش نحط معاه شويه سفناريه مفرومه باش نقص لي من الحلاوه نتاع، باش نقص لي من الحموضه نتاع الطماطم، باش نحط معاهم شويه كلافز يفوح الصوص نتاعي. من بعد نعمل بشاميل ونعمل البتنجيل هذايا، باش نقصوه مقطع طولي ونحطوا له شويه زيت ونحطوه في الفور يتشوى يترخى شويه. من بعد نعملوه كيما اللازانيا طرحه بطرحه، هو الصوص نتاعنا لي دو صوص، الصوص الحمراء بالحم صوص بولونيز، والصوص البيضاء اللي هي صوص بشاميل، ويكون في الوسط ما بيناتهم البتنجيل ومعاه جبونات. هكا يكون طبق الرئيسي نتاعنا لنهار اليوم. بالنسبه لطبق التحليه اخترت المكون الرئيسي باش يكون الفراز، بما ان وقت الفراز توا الربيع، دونك الفراز مازال قدام يربخ شويه وصومه يطيح. يربخ يربخ يعني توجد برشا في السوق، دونك الصوم يربخ ها يبدا يربخ. والله ما نعرف الكلام، يعني معبي السوق يبدا، عرفت محتكر اوج الانتاج نتاعو. تحيه لاهالي قربه والنساء العاملات في حقول قربه اللي يجمعن، اللي قمنا بجمع الماده هذه وهالفراز هذه، نكت ياسر بنينه، وخاصه فراز قربه لا يعلى عليه. اليوم باش نحضروه نعملوه في حشو نتاع بسكوي. البسكوي هذا باش تكون الكوك نتاعو من برا بنواد كوكو، ومن داخل باش يكون قلبه فوندون، باش يكون هالفريز هذايا. الساده المشاهدين باش ما ترتيوا حتى شيء من تفاصيل الوصفات لنهار اليوم، ابقوا معنا من هنا لحدود الساعه 6 وربع، نكملوا مع بعضنا برنامج نهارنا هكا بكل ود ومحبه. خونا فادي انا نفسح لك المجال اكيد وانا باش نتفاعل معك كل مره ننقص عليك شوي. وذاك لازمك تتفاعل معنا برشا، وخاصه انت ايوب تونسي بطبيعه، وكلنا توانسه اللي قاعدين تو نتابعوا، فما توانسه فما خارج تونس تحيه ليهم. لكن اليوم تونس للاسف 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 جدا اخبار ماهيش ساره اللي قمنا بها بلوتو قمنا عليها اليوم الصباح. عمليه ارهابيه تتمثل في تبادل اطلاق النار مع عنصر ارهابي بمنطقه المقرون ببنغردان حسب ما ذكرت وزاره الداخليه. لاكثر تفاصيل خلينا معنا عبر الهاتف سي هيثم المحضي، مراسل قناه الزيتونه من ببنغردان من ولايه مندنين. مرحبا بك سي هيثم.
باهي اونكو خلينا نتحصلوا على اسي هيثم باش يدخل معنا باش يعطينا المستجدات. بطبيعه كما قلنا يعني فما عمليه ارهابيه تبادلت لاقنار مع عنصر ارهابي، باش نشوفوا اكثر تفاصيل شنو صار بالضبط، شنو الحكايه، وسورتو انها جات مواتيه مع 20 مارس صح مع ذكرى 62 بطبيعه للاستقلال. ما نعرفش كل ما تصير فما مناسبه وطنيه، فما احداث جديده باش تصير، لازم عرفتها شكونك اللي يحط العصا في العجله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتخطوا هالالام وتونس تتخطى اوجاع الكل وشبابها ينهض بكل امل، وخاصه يكون عنده امال كبيره يبنيها على المستقبل، لانه الحاضر لا يبشر بخير صراحه. ثم ارهاب من نوع اخر، انا فادي ما نحبش ساعات ما نحبش نتكلم، لكن اليوم باش نتكلم. اول شيء ان شاء الله يا ربي الظواهر هذه ما عادش تتكرر في تونس، لكن اليوم ثم باش نسال تساؤل ونقول زعما هو ارهاب ولا مش ارهاب، كي البلاد تتعطل على خاطر كاميون يعمل اكسيدون يتقلب يسكروا طروط يقعدوا اربع خمسه سوايع وهم باش يهزوا كاميون مسكرين البلاد، زعما ارهاب ولا مش ارهاب؟ هذه تتعطل الادارات، تتعطل مصالح الناس، تتسكر الطرقات، مانيش عارف هذا شكون المسؤول. زعما هالمسؤول اللي في الموقع هذاك اللي مسؤول على هالسيوله، معناها سهوله التنقل على الطرقات، منين لازم يتدخل ونجاعة التدخل نتاعو ماهيش كيف ما يجب، زعما ما يمارسش الارهاب على 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 المواطنين. سؤال انا مانيش عارف معناه كيفاش بلاد تتسكر على خاطر حادث نتاع شاحنه ثقيله يبقى بالاربع خمسه سوايع معطل البلاد كامله، حبست اليوم العاصمه كامله برست حبست على خاطر كاميون عمل معناها حادث نتاع مرور. انا بقيت بيني وبين روحي في والله انا نتنقل في سياره اجره، بقيت بيني وبين روحي نسال نقول اي امكانيات موجوده في هالدوله والوين ماشيه لهالبلاد اي قرارات شنو المستقبل وين سرعه التدخل وين والله العظيم مش نحكي ولا سرعه التدخل. انت تعرف الوقت هذايا كميون يا رسول الله معناها كان الحمد لله يا ربي من الطف الله ربي حاط معناها ستره على هالبلاد هذيا اللي ما عندناش كوارث طبيعيه معناها بالشكل اللي نشوفوه في بلدان اخرى، باقي تحب لنا 40 عام اخرين باش ننهضوا بعد كل كير عايشين بالستر كيما عايشين الحمد لله الله يبقي علينا الستر أمينة. وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. نحكي على سرعه التدخل زاد كيف نجموا نتذكر احداث متحف باردو للاسف صح. اللي وين ما لقيناش حاجه جديده، ما لقيناش حتى تحقيق وكل شيء بخصوص العمليات الارهابيه. انت قلت ايوب انه المسؤولين هما مسؤولين بطبيعه كدرجه اولى، لكن حتى كيف العائلات زادنا مسؤولين على صغارهم، بلي صغاركم ما تلهوا بهم كم يلفوا، معناتها قريوهم وفروا لهم اللي تقدروا عليهم، ما تتحجوش بالظروف خاطر ربي سبحانه اكبر من كل شيء. حاول بالرسمي وعيه كم يلفوا، عارف وين تحط صغيرك، عارف كيفاش تحكي معاه، على خاطر ما تخليوش هو الباب المنفذ للجراثيم ولا الفيروسات هذه اللي تنجم تحل كما نقولوا تخلي تسبب لتو في العمليات الارهابيه هذه وما خفيه كان اعظم. نحن باش نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل كما قلنا بطبيعه مع سي هيثم المحضي زيد شويه، لكن نعطيكم لمحه على فقراتنا لليوم. كما فما حاجه سلبيه لكن ديما فما المقابل، خلينا لو ماكسيموم ايجابيين، ديما فما الضوء في عتمه النور. اليوم في المتابعات باش نحكيوا مع الجمعيه التونسيه لمهنيه فن الطبخ، نشوفوا شنو هو الجديد نتاعهم، نواكبوهم ونتابعوهم في التظاهرات نتاعهم الجديده بطبيعه. باش تجيب حدانا زاده كيف نوال الصالوي كرونيكوز لايف ستايل، باش نحكيوا على موضه 2018 للنظارات الشمسيه، الربيع والصيف على الابواب، دونك الناس كل تحب تختار كيفاش باش تزين روحها، شنو الحاجه اللي تحب تلبسها، شنو التوندونس في لي لونيت سولير بطبيعه. اما بدايه خلينا نبداو حاجه حلوه برشا، وظيفه انا نحبه ونقدره برشا ونحترمه برشا برشا، كلكم تعرفوه كلكم حبيتوه في قناه الزيتونه وتعودتوا به، باش تزيدوا تحبوا اكثر. حديثه معاكم لليوم، اليوم باش نحكيو على اثر الابتسامه والكلمه الطيبه مع صاحب الكلمه الطيبه في كل حضور ليها، الاستاذ والشيخ سفيان طرابلسي عضو هيئه العلماء والائمه بالمانيا. مرحبا بك استاذ سفيان. مرحبا بك فادي، شكرا على الاستضافه وشكرا على التقديم الحلو هذايا، ولكن كما قلت انت من الاول بقدر ما فما مآسي بقدر ما فما في الجانب الاخر الشيء الطيب، كما فما عندنا للاسف واحد ارهابي لكن عندنا برشا امنيين قاعدين يدافعوا على البلاد وعندنا جيش باسل قاعد يتوقف الهجمات هذيا، وفما شعب ضد هالمسائل هذه الكل ويحب الخير لتونس ان شاء الله. اكيد، وديما لازم تكون الدعوه الايجابيه موجوده والكلمه الطيبه الايجابيه والكلمه الطيبه والايجابيه موجوده. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. كيف حتى من الحكمة متاعنا زاد نقوله أنه
في حضرة الابتسامة نقول إذا ابتسم المهزوم أفقد المنتصر لذة الانتصار امتعه. موضوعنا اليوم قيمة الابتسامة وأثر الكلمة الطيبة اللي إن شاء الله تكون من أقوى وأهم عاداتنا اليومية، خاطر بالرسمي ما أحوجنا الكلمات الطيبة وما أحوجنا الابتسامات الصادقة لأنها تخرج بالرسمي من القلب مش فقط كتصوير ونسميه نحن الابتسامة الصفراء. أستاذ نبدأ اليوم بداية خلينا نعد ونحكيه على فوائد الابتسام في الجانب الديني وحتى في حياتنا اليومية كلها. والحاجة أخي فادي رسولنا عليه الصلاة والسلام كان لا يرى إلا مبتسما، يعني صعيب أنك تتعدى تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشية تلقاه نقول واحدة بتونسي مكشبر، مستحيل، دائما الابتسامة في فمه في أسوأ الظروف تلقاه دائما مبتسم، وذي الثقافة اللي حاب ينشرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة. في أسوأ الحالات تلقاه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وتلقى ديما الكلمة الطيبة هي اللي سابقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنه عمل مزيج رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمل مزيج بين الوجه الحلو المبتسم، خاطر الابتسامة ماك تعرف أنت تجمل الإنسان، كي أنت تغزل الإنسان مبتسم كما قلت أنت هي في حد ذاتها صحيح، اللي يعتبر نفسه يحب يقهرك كل حاجة هو يتيح، هذا من جانب. وفما جانب آخر حلو في الابتسامة، حتى كي تقع مشكلة بينك وبين طرف ثاني، وإحنا خلينا نبدأوها من الدار. مع امك مع ابوك مع مرتك مع صغارك، كل الابتسامه هذيك تصورها انت ولدك الصباح كي يقوم يلقاك مبتسما، اول حاجه يراك عليها راك الابتسامه. شنو هي الطاقه اللي باش تعطيها لولدك؟ شنو هي الطاقه تعطيها لمرتك وانت الصباح اول حاجه تراك تقول صباح الخير مع ابتسامه؟ معناتها فعلا الابتسامه هي رساله اطمئنان، رساله حب، رساله تقدير، رساله الاعتراف بالطرف الثاني، مش فقط اعتراف به ككيان موجود، اعتراف به ككيان موجود محب نحبوه وما نحبش نعيش بلاش به. هذه الاولانيه. المزيج الثاني معاه الكلمه الطيبه كيف شربتها النبي عليه الصلاه والسلام. وانا كنت حاب ننطلق هكا من قصه، انا دائما نعشق سيره رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لاني هو فعلا اللي اخرجنا من الظلمات الى النور، خرجنا من ظلمات القهر الى نور العداله، خرجنا من الظلم الى الحق. فرسولنا عليه الصلاه والسلام مش جابش علمنا كيفاش نصلي ونصوم وكهو تنتهي القصه، جابش علمنا كيفاش نعيش سعادة في الدنيا باش نجم نعيش سعادة في الآخرة. أكيد. فالمسألة مربوطة، فالآخرة هي مواصلة لحياة الدنيا، والموت هو انتقال من مكان إلى مكان آخر فقط. فسيدنا عليه الصلاة والسلام كان مرة قاعد هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاءوا جماعة يكرهوه، يكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قوة القهر يحبوا يسبوه بأي طريقة، فحبوا قالوا له السام عليك، السام بمعنى الموت، وهي في ظاهرها كان السلام عليك، يعني كما جدموها بالضبط. السيدة عائشة بالطبع فقيهة ولغوية وبنت أبو بكر الصديق وزوجة النبي، يعني اللغة عندها فهمتهم ايش يقولوا، فغضبت وخرجت من المعقول إلى غير المعقول عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو عادي تصرفها مع بقية الناس وفي نظرة المجتمع عادي، لكن رسولنا حب معناتها يعطينا الأفضل من ذلك. ايش قالت السيدة عائشة؟ قالت وعليكم السام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. رجعت لهم بكل قوة وبكل شدة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يا عائشة يزنش ردوا هكا علاش؟ قالت لهم كيفاش يسبوا فيك يا رسول الله؟ ما فهمتش. قال لا فهمت، يعني سيدنا ما يتعدى عليه شيء رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان معناتها فايق بلغتنا احنا. قال يا عائشة رديت عليهم وقلت لهم وعليكم، فقط انتهت القصة. ومن بعديك بدا يبين، قالها كل حاجة تدخل في كل حاجة باهية تدخل في موضوع إلا وتزين ذلك الموضوع، وكل حاجة خائبة تدخل في أي موضوع إلا وتشين ذلك الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم العداء اللي يلقى فيه قاعد دائما يركز على هذا، الابتسامة والكلمة الطيبة. سيدنا بلال الحبشي كان مرة في حواره سيدنا أبو ذر الغفاري، وقبيلة سيدنا أبو ذر الغفاري قبيلة غفار، هذه معروفة قبيلة نقولوا احنا متاع جماعة أقوياء وقطاع طرق ومجمع، مع قبيلة معروفة بالقوة والشدة. فسيدنا أبو ذر رغم إسلامه مازالت فيه القوة والشدة هذه مازالت موجودة فيه. ففي حوار توتر شويه الجو، فغزر سيدنا ابو ذر لبلال قالوا حتى انت يا ابن السوداء، هو وصف عادي كي نقولوا فهمت، لكن فيها نوع من الاهانه والاحتقار والكلمه السيئه. فغضب سيدنا بلال وما ردش الفعل، لكن مشى اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ماذا بينا كي تقع فما مشاكل لا قدر الله بيناتنا، عوض انه يخرج الكلام الفاحش بيناتنا نمشيو للشخص الكبير المحترم اللي عنده سلطه ادبيه علينا. قبل الفادي اخوي في الايام الجميل كنا كي تقع مشكله نمشيو لامام الجامع يحلها لنا، تقع مشكله نمشيو للمعلم، حتى لتو مازلت المعلم الحمد لله تو تفقدت شويه، تو ولات الناس كانت تحب تاخذ حقها بيديها ما يجيش. هذه المشكله اللي هنا، نعم. اللي الناس تحب تاخذ حقها بيديها، وممكن ساعات حتى تبدا انت غلط ومن بعد معناتها تبدا انت صاحب حق، ساعات برده الفعل نتاعك تخرج انت بالرسمي الغلط من بعد. طبعا علاش المشكله هذه كيفاش؟ اسكو بعدنا على الدين والا تلوثنا؟ بصراحه نحكيو تلوث اخلاقنا للاسف، نحكيو حتى في الاعلام، نحكيو حتى في التصرفات، في التربيه اللي ساعات نشوفوها
مقلوبه. مع كلمه التربيه ديما عندها سونس ايجابي، لكن كان نحكيو على الواقع تاع القهوه مقلوب، شنو هو السبب اللي وصلنا انه قال لي كلمه رجاوبوا بعشر؟ شوف هي اغلب الناس نكمل قصه بلال ونرجع فيش عن ربطك بهذايا. كي مشى بلال اشكال النبي عليه الصلاه والسلام الرسول ما صدقش، قالوا اقالها فعلا بالحق قالك الكلام هذايا؟ ما قبلهاش النبي، كيفاش مسلم تخرج منه كلمه كيما كعيت لابا ذر؟ قالوا بالحق قلت له الكلام هذايا؟ تكوانسه، قالوا نعم يا رسول الله. أقولتها يا أبا ذر؟ مش مصدق النبي، ممكن تخرج منك أنت كمسلم ملتزم متخلق ومع الرسول وتحلم بالجنة وتحلم ببناء حضارة وتغيير الواقع السيء اللي نعيشوا فيه كما تفضل خونا من قبل وكذا، أكسيدونات ومأساة ودنيا وحنا نحبوا نطوروا بلادنا، تخرج منك كلمة كما هكا؟ هذا الحد الأدنى، هذا الباز باش نطلقوا نبنيوا به حضارة ونبنيوا به مجد لتونس ونعاود كيفاش نحن في المستوى هذا كيف باش تعمل؟ فسيدنا أبا ذر من قوت قداش ما عادش نجم تغسل بلغتنا احنا، حط راسه في التراب وقال سيدنا بلال عفس لي على راسي يا بلال، المهم سامحني على كل كلمة اللي غلطت فيها. نرجع للأسباب، أسبابها الأغلب الناس يقول لك يا أخوي أنت قلت لي أنا رديت الفعل، لا غالب مش مني ردة فعل طبيعية، وهذا ما يثبته علم النفس. وعلم النفس يدخلك ويحكي لك، وعلم النفس حاشي عمره ما قال هذا. علم النفس عندما تحدث عن ردة الفعل تحدث عن دائرة، وانت كوتش اخويا فادي وتعرف الحكايه، تتحدث على دائره اسمها دائره الاختيار، انت تختار القرار، شنو قرار كلامك وقرار سلوكك. سيدنا طلحه بن عبيد الله في معركه من المعارك تقصت يده، تضرب تقصت سوابعه، قال حيت، ما قال حتى شيء، مش كلمه سيئه، كلمه عاديه، انسان يتالم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يعلموا في دائره الاختيار، هذا اللي اكتشفت الان حاليا في علم النفس، والنبي تحدث عليه قبل 1400 عام. ايش قالوا؟ قالوا يا طلحه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. كان انت تتحكم في الفاظك، معناتها كان الاخر يسبني، انا نتحكم في الفاظي، عندي دائره الاختيار، نجم نسبه ونجم نقول له ربي يغفر لك. احد الدعاه يحكي مره قال انا كنت داخل ماشي مزروب وخرجت لقيت الكياس مليان على الاخر، عمل بدا راجع مارشاريير في سونس انتيردي، اوكي؟ باش يلقى شي هو غلط 100%، هو داعي اسلامي كذا ويحكي فيه هو يعني مرتاح على الاخر. قال انا عم مارشاليه باش نخرج، وتعدى واحد بدا يزمر عليا قالوا كي يزمر عليا انا غالط بالطبع قد خصان سنتر دي، قال بعث له شويه وخليت له لوفا باش يتعدى، اتعدى حل الشباك وقال غسلني، ما خلاش كلمه سيئه الا وقالها. قال فحليت الشباك وحسيت روحي، قال لي سب لي امي وبابا، قال كنت قابل كي نزلت لبو البو، قال ما عادش بديت نرعش ما عادش نجم. قال وقتها صاي الشيطان احضر وباش ننزل. بعد ذكرت النبي وذكرت الاسلام وذكرت اخلاقي وديني، فقلت يا اخي الله يغفر لك ان شاء الله ويدخلك للجنه وانا غلطت وسامحني. قال انا قلت الكلام هذايا، هو هبط وجا بدا يبص فيا ويبكي يقول بالله انت سامحني، بالله عليك انت، هم ما يعرفوش اللي ذاك فلان وشخصيه معروفه في التلفزه وكذا ما يعرفوش، بدا يطلب منه يعني بالله بالكلمه الطيبه. ومن بعد قالوا بجاه ربي امشي معايا تفطر معايا في الدار، لازم تفطرك معايا في الدار. قال والله فطر، قالوا بيعطيني رقمك، اعطاه رقمه، قالوا لينا اصحاب واصبحت علاقه طيبه. ملي كانت عركه وسبان ام وابوه ولات من كلمه بركة ان شاء الله ربي يغفر لك ويدخلك للجنه وسامحني راني انا غلط، تقلبت ولات علاقه حميمه ما شاء الله. وش خاص كان كلنا معناتها تولي فينا معناتها خاطر ممكن استاذ سفيان نحكيو بصراحه تو في وقتنا تو كي نقول لك باش نبدا يعني باش نشوف الامور هذايا وكل ونبدا نحكي برشا بالدين وكل باش نولي نوع من متدين واسلامي برشا ونعمل في اسلامي برشا صح؟ يعني صحيتك برشا ناس للاسف يخموا هكاك. نعم باغ كونتر هذايا الاصل في اخلاقنا الكل. نعم. كمسلمين كبشر فات كاخلاقنا في اخلاقنا الكل. نعم. شنو هو الحاجه اللي لازم تتفعل فينا؟ اسكو المشكله في تربيتنا، المشكله في وجودنا مع ناس معينه؟ نعم. شنو اللي لازم يتفعل فينا؟ شوف فادي كان نحب نكونوا واقعيين بالحق باش ما نعطيو اربع كلمات نقولوا هو الحل. صح. الحل راهو المساله هذه مساله كل المؤسسات نتاع الدوله. شوف وزاره التربيه تلعب، احنا قبل كي كنا صغار نقراو في 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 التعليم نتاعنا في الابتدائي نقراو في بعض القيم الحلوه اللي تعلمها لي انا كي ناخذ شارج وانا صغير من الروضه وانا قاعد اتعلم في القيم والاخلاق هذه، ومن بعد نمشي للجامع نلقى الجامع يفعل هذا الكلام، خطبه الجمعه، الدروس الاسبوعيه اللي في المساجد، النوادي والمجتمع المدني والجمعيات والكشافه والمصايف والجولان والكلها تركز على هذه المعاني. راهي المساله هذه مش نتاع امام باش يطلع يخطب يقول كلمه فوق الجمعه والناس باش تولي عصا موسى عليه السلام، الناس كل باش تدفع من الدينه، لا هذه خدمه نتاع اجيال. راهو احنا من 56 حتى لتوا التغريب اللي عشناه في تونس للاسف الشديد هذه هي النتيجه نتاعو.
كان احنا جينا من قبل نفعله في المعاني الدينيه، خاطر الدين هو الاساس. انت تعرف حتى في علم التنميه البشريه كيقرينا ان النفس البشريه لا تستقر الا اذا كان العطاء الروحي موجود وبقوه. حتى ستيفن كوفي عندما تحدث في كتاب العدد السبع، عندما تحدث هو رجل مسيحي، تحدث عن الجانب الروحي واكد على اهميه الجانب الروحي في التربيه. كان انا روحانيا فارغ ودينيا فارغ، وخاصه الدين نتاعنا ربوع الاسلام اخلاق. ما احنا نحكيه الاسلام عقائد وعبادات واخلاق ومعاملات، الربوع الاسلام اخلاق. مع انت احنا نورمالمون الكميه نتاع الاخلاق اللي عندنا تخلينا متميزين على الاخر. علاش احنا في الغرب اللي هم مش مسلمين وتلقى فيهم الجانب الاخلاقي، تلقى فيهم اسلام، تلقى فيهم اسلام، اسلام حقيقي. انت كي تشوف من الانضباط في الوقت، نعطيك مثال، قاتل ياسر ويجرح برشا، خوفناش فعلا. شنو حوالك كي تدخل الاداره التونسيه؟ اوه ما شاء الله، اش قولك في هذه؟ انا كي ندخل الاداره حوال اصلا، انا كي ندخل الاداره التونسيه نقرا كل ما تيسر من القران اللي حافظه الكل، والادعيه والتسبيح والاستغفار والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، وشوف تسلك شوف لا يؤجروا عليها زعما ولا والله فعلا الاداره طبعا ليس الكل، انا مش قاعد، اما اغلب الايامات نمشيو فيهم للاداره نبداو ندعيو يا رب ان شاء الله تسلك. اول حاجه والله يا فادي يا اخوي، انا تجربتي صغيره مع الاداره التونسيه، نتمنى كي نقولوا صباح الخير يرجع عليا، مش حاجه اخرى، نتمنى كي نصبح عليه يرجع، نتمنى يتبسم لي، نتمنى يكلمني وانا نحكي معاه. بالله على ذكر الاداره التونسيه نمشي للكلام، انت قلبك معبي عاد تكمل. انا قلبي معبي راني يلا غالب ساعات ما شدش روحي. نمشي للكنام في اريانا، الناس شاده الصف ومصالح متعطله وما نحكي لكش، وهك الامور البيروقراطيه اللي قتلتنا وتقاليد الاداره اللي واخذينها من الاستعمار الفرنسي لتو ما زالت موجوده. نمشي شد صف، علاش؟ باش ناخذ ورقه فارغه لا مصحح فيها هو لا باش نصحح فيها انا، جوست باش نهزها من الكنام ونهزها للطبيب والا المصلحه المعنيه بالامر باش تولي الورقه من غادي تولي رسميه. للاسف خرج من الكنام صف باش تهز ورقه فارغه، يعمل له دي بوكس، يجي ويكتب له هذه خاصه بكذا، هذه استرجاع مصاريف، هذه كذا، ويجي يهزها ويمشي على روحه. صف ودزني وندزك والناس تتعارك في بعضها، يا رسول الله علاش؟ ما هو ساعات نخدم مخي شويه نعمل له كردونه، ما عندكش امكانيات، ثلاثه كرادين لصقهم في الحيط واكتب له على كل كردونه الورقه هذه راهي خاصه بكذا، وسيبه يهزها واحد. علاش شد صف نضرب ساعه ونص مصالح متعطله ومصالح الناس المربوطه بيا متعطله وغيري هكاكا، والشعب ياكل في بعضه وتوصل للكيشي ويقول لك الورقه فاتت. الله غالب وبرا، الله الله يهدينا علينا والله. اسمع واسمع وتسمع في اداره ناس مهنيين، تسمع كلمه الله غالب. الله غالب في قضاء وفي قدر، مش في شيء مخير في الانسان وفي عمل المطالب ادائه على الوجه الاكمل، كل شيء يربطوه بالله غالب. بربي واحد بروفيسيونيل ما عادش يقول الله غالب. انا طيب في محمصه ما نحرقهاش، خاطرني انا ريسبونسابل على هيك المحمصه، قريت كيفاش الطيب ويلزمها في الاخر تخرج محمصه مش تخرج مغبونه ولا مدفونه. يا رسول الله عليه، الله غالب. اداره تونس شعارها الله غالب، الله غالب، الله غالب، الله غالب. صحيح، ما زاد مش الله غالب نتاع عرفت الاعذار، نحن تبركلنا ناخذوا برشا الاعذار. شيخنا برشا. شيخنا متفائل جدا وانا راهو يحكي هيك وانا نحكي كذا. الله غالب، هذا من طبعي. كان باش نوصل ديما ريزولتال ياخذوا الجوانب الكل. استاذ سفيان، نحن كان باش نحكيو زاد على الاثار الابتسامه، حتى كان نحكيو على الجانب النفسي. البدني نعرفوا حتى في العضلات نتاعنا تستعمل عدد صغير من العضلات باش ما تتعملش تجاعيد من بعد. صحيح، جميل. عندها اثر علاقه ديناميكي بالافكار والمشاعر والسلوك. اذا كان سلوكك فيه ابتسامه مشاعرك وافكارك تتبدل اوتوماتيكمون حتى نفسانيا. طبعا. شنو الفائده من الابتسامه؟ خلينا ندقوا في الابتسامه. الفائده منها، خاطر الانسان اذا كان نحبوا نغرموه بحاجه لازم نطمعوه، نطمعوه في حاجه فيها فائده لي. خلينا نطمعوا الناس على فائده الابتسامه. نعم. هي الجوانب كما قلنا عديدة. أول حاجة أنك باش تربح الأجر عند ربي فقط. أكيد. تصور واحد يقول لك والله ما عنديش فلوس باش نتصدق، هاو جبت لك حويجة سهلة تتصدق بها، تغزل العبد تبتسم في وجهه. أول حاجة كما قلنا قبيلة، والله يا فادي يا خويا حتى تو نحكي مع بعضنا، أنت تبتسم لي نبتسم لك، أنا قاعد ناخذ منك الطاقة، قاعد ناخذ في طاقة ليانا. أنا باش نروح فرحان، قاعد في جو الناس كل مبتسمين، نحكي وعاملين جو، وجه بشوش الحمد لله. في حد ذاتي أنا فما انشراح ليانا، فما طاقة، فما طاقة إيجابية قاعد ناخذ فيها. على عكسها، عكس الابتسامة، كي نلقى مع واحد قاعد مكوشش يعطي فيه في طاقة سلبية، قاعد يدمر فيه بطريقة أخرى. فأنا نحب نتوجه لكل أب اللي قاعد عنده يتحدث مع وليداته، وقاعد هو وليداته مع بعضهم،
راهو الابتسامه لوليداتك راه قاعد تعطي فيهم في طاقه ايجابيه، راهو باش ينعكس هذاك عليهم في سلوكهم في المدرسه، في سلوكهم مع اصحابهم. الزوجه مع زوجها نفس القصه، راهو الابتسامه لزوجك راك باش تعطيها طاقه، راكي ترجع انت من الخدمه باش تلقى زوجك على احسن حال خير من اللي خليتها عليه، لكن كان تخرج وانت مكوشش راك باش ترجع تلقى امراه اخرى مازالت متاثره بك الطاقه السلبيه اللي حديتها فيه. هذه مجرد دعوات صغيره، وخاصه نحب نرجع للاداره، بالله عليكم راهو احنا كمواطنين الكلنا مع بعضنا، اللي انت في الاداره نهار اخر باش تحتاجني وانا باش نحتاجك. كي تدخل بالله عليك وانت خارج من دارك حط في ذهنك حاجه بركه، قول اليوم قررت باش نبتسم لكل انسان نقابله، بحول الله هذه يكون خطوه من الخطوات انه ننجحوا ننشر ثقافه الابتسامه بيناتنا ان شاء الله. النقطه اللي ذكرتها مهمه وان شاء الله تتفاعل، لكن زاد كيف عنا ما نزيدوا نحكيوا فيها اكثر. هنا خلينا نعملوا طلة في سفيسة، ولا عيطت لي كان ابتسامتك يا ايوب، ولكن عليك ان شاء الله ربي يحفظك. الابتسامة هي من احسن الصدقات عند ربي سبحانه وتعالى، لان بالحق الابتسامة تكسرك الحاجز نتاع السلبية وتكسرك الحاجز نتاع التواصل المنعدم بينك وبين الناس. كل ما تبتسم الواحد كل ما يحبك اكثر وكل ما يرتاح لك اكثر. ان شاء الله ربي يحبب فينا خلقه يا رب. دونك سادة المشاهدين، كيف ما قلت انا اليوم طبق مفتحات نتاعنا باش يكون غني برشا بالمكونات الخضر وفيتامينات وفي الحديد، بما انه اللوبيا الحمراء حاضره والعدس هذوما زاد فيهم برشا بروتينات. العدس سيرتو في 100 غرام عدس عندنا 9 ل 10 غرامات بروتين، دونك للناس اللي تعمل في الميسكولاسيون هكا كلوا بالقدا. حطيت انا رز بسمتي صمتو في الماء، حطيت شويه ماء يسخن، وحطيت معناها في 5 كيسان ماء كاس رز، نطيبه كيما باش نطيب المقرونه اللي باش نعمل لها الصوص من بعد، نصفيه من الماء هذاك ونبرده شويه باش يبقى مفرك كل كعبه وقتها. توا سامحني كي قصيت لك قداش يقعد الروز يتي بخاطر ساعات؟ ميم با 7 دقائق. انا الروز هذايا الروز بس ما يتيمش برشا، ما يلزموش يتيم برشا باش ما يتحلش، شوفوا كل كعبه وقتها. توا باش نزيد عليهم العدس كيف انا عدس صمتو في الماء، ما حطيت له لا ملح لا حتى شيء. انا من المحبذ الحبوب خاصه السيريال هذوما الكل ما نحط لهمش الملح وقت اللي نطيبوه. دونك هكا باش نحط معاهم لوبيا حمراء هكا، منها اللون والمنظر حلو ومنها الطعمه زاده بنينه، والمكونات كما قلنا غنيه جدا بالالياف وبالحديد وفيتامينات وغيره. دونك هكا يتخلط هذا كل مع بعضه، باش نحط عليهم شويه فلفل اخضر قصيته كيما السلطه التونسيه مكعبات جويده، وباش نحط عليهم شويه طماطم. اش باش نزيدوهم؟ نزيدوهم جبن. هنا اللي يحب يعمل يزيد جبن، اللي ما يحبش ما يحطش. ونجموا نعملوا تن، نجموا نعملوا جامبون، نجموا نعملوا دجاج مشوي نقصوه في وسط السلطه هذه. نبدلوا الخضر كيف الاختيارات مفتوحه، نجموا نعملوا شويه معدنوس معاها. هاوكا اللي عندهم نقص في الحديد هذه راهي مهمه برشا، خاصه ونساء الحوامل عندهم مشكله ديما في الحديد، هبوط في الحديد هذايا مهمه برشا لصحتهم. باش نعملوا لها شويه ملح، توا انا باش نفوح الملح، ما حطيتش في حتى مكون من اللي طيبتهم شويه ملح. دونك هنا بركه باش نحط شويه فلفل اكحل. نجم هنا نعمل شويه زيت وخل وموتارد، نمخضهم مع بعضهم ونفوحهم شويه نعناع، ونبدل لفاحه نتاع السلطه نتاعي. انا نحب لفاحه نتاعها هكا باش نعمل لها قارص. نجم نستعمل خل كيف ما قلت، الخل بنين برشا مع هالمكونات هذه الكل. والخل كما نعرفه مضاد للاكسدة ومعقم، خاصه للجراثيم هذيك الموجوده في الاكل ولا موجوده في المعده ولا غير. الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث يقول خللوا طعامكم، الخل راهو مهم برشا يقتل كما قلنا الميكروب، سواء ناكلوه في السلايد سواء نستعملوه حتى في غسل الاواني. من تغسل الانيه ولا حاجه تعمل في الماء بتاعك شويه خل ينظفها، ولا باش تغسل شويه تفاح، نعرف التفاح تو موجود في السوق والغله كلها متعرضه لمواد كيميائيه يداويوا بها ضد الحشرات وغيره، باش تنظفها ما تحطش جافيل في الماء ولا مع سلطه خاص، حط قطرات من الخل هذاك ينظف الغله بتاعك بالقدا بالقدا ويعقمها، خاصه اذا خل يكون فيه شويه كحول بالنسبه للتعقيم. دونك هذه السلايطه نتاعنا، ناقصها شيشه زيت زيتونه والالوان ما احلاها. كيف ما قلت انا نجم نطيب لها عظيمه نزينها بها من فوق، كيما نجم نحط شويه تن، كيما نجم نحط شويه دجاج مشوي. ها كل قدير وقدره، كيما نجم نخليها هكا ممتازه زاده هكا، والمكونات هكا كيف ما قلت حلوه. هذه سلطتنا
من بعد تنشوف كيفاش قدموها. بالنسبه للجراتان تاع البتنجان ولا طاجين البتنجان اللي سميته اليوم، خذيت انا البتنجان بتاعي شويته كما تشوفوا، قصيناه جراير، شويناه، حطينا له شويه زيت زيتونه، شويناه في الكوشه على درجه حراره مئويه عاليه شويه، معناها تكون 220 250. تشويه البتنجان بتاعي توا، حضرت الصوص، زاد الصوص بتاعي هذه كيما البولونيز، خذيت اللحم مفروم سوتيتو مع شويه بصل، معاه شويه زيت زيتونه، حطيت لهم شويه ثوم وطماطم حكه من عند الزقلي، فوحتهم شويه ملح وفلفل اكحل، اللي يحب يعمل شويه فلفل زينه باش تجي محرحره شويه، اللي ما يحبش الحار يخليها عاديه. دونك هذه الصوص بولونيز. بالنسبه للبشاميل تو باش نتعدى نحضرها، واحنا شفنا برشا مرات مع بعضنا مع الساده المشاهدين كيفاش نحضروا البشاميل. ناخذ مقدار 60 غرام زبده، نذوبهم على النار ونحط عليهم مقدار 60 غرام فرينه، قد الزبده قد الفرينه، هذوما الكل عليهم ايتر حليب. دونك انا باش نذوبهم هنا مع بعضهم على النار، نحط مقدار 60 غرام فرينه باش يكونوا على كيف ما قلت ايتر حليب، هذوما يذوبوا مع بعضهم، نفوحوا ملح فلفل اكحل. اذا هل الزبده والفرينه اللي ذوبتهم هما بالوقت سخونين، يلزمني نصب عليهم الحليب بارد باش ما يكعبرليش. اذا هما حضرتهم وخليتهم بردوا شويه، يلزم نسخن الحليب ونصب عليهم ونحركهم بالكدا على النار باش ما تكعبرش. المهم يكون واحد منهم سخون واحد بارد. هذه هي لاستيوس نتاعنا باش ننجحوا البشاميل كما قلت، وما تعملناش هكا لي غريمون تاعين هالخايبين. دونك هذه احنا نسميوها بلغه الكوجنا رو. دونك هكا كوجينا فيها دي تيرم تكنيك، انا نحاول الى اقصى درجه اني ما نستعملهمش لانه نحاول نبسط للساده المشاهدين، خاطر مش كلهم كوجنا، ربات بيوت اغلبهم. دونك نحاول نقدم لكم حاجات بالمنطق نتاعنا باللغه الدارجه باش نفهموا كل شيء. واللي عنده اي استفسار ساده المشاهدين تنجموا تواصلوا معنا على صفحه الفيسبوك نهارنا هكا بالفرنسيه، احنا في خدمتكم وانا موجود هنا باش نجاوبكم على كل تساؤلاتكم. ولا ينجموا يتصلوا بينا على رقم فادي 56 644 011. بلي توصيه زاده للناس، فما برشا ناس اوفياء تبارك الله راهم يتابعونا بالكدا بالكدا، نحكي حتى اللي فهموا فيا ربات البيوت يتابعوا فينا بالكدا. تو كي تتبعوا ماكله الشيف ايوب وتبداو مركزين وبالورقه ستيلو، مش من بعد في العشيه تمشي طيب لراجلك شكشوكه، حاول معناتها خذ حكايه من ادبتي شويه مع عند الشيف. بالله ودوا لا خاطر جاتني ريكلاماسيون، انا ما عنديش كون متابعه نهار كامل يتفرج يتشكي لي راجل رايك ديما تتفرج في الشيف ايوب، ديما تتبع، ديما من بعد طيب شكشو. يا الله واسمع ما تخافوش، راني انا ديما نحاول نعطيكم الوصفه الصحيحه وبطريقه سهله مبسطه، ما نستعملكمش ميزان 100 غرام و50 صح، ديما بالمغرفه. شفتوني انا الفرينه حطيت زوز مغارف فرينه، عليهم زوز مغارف زبده، خليهم يذوبوا على مع بعضهم، حط عليهم 100 حليب وتتحصل على بشاميل ممتازه، ماهيش خاطره برشا ماهيش جاريه، وهكا يكون عندك صوص بشاميل استعملها سواء للازانيا سواء للغراتان سواء للطاجين البتنجان اللي باش نعملوه اليوم. دونك نخلي انا البشاميل نتاع الطيب، نرجعوا لضيفنا مع اخونا فادي وبعد شويه نرجعوا نشوفوا كيف نحضروا الطاجين نتاع البتنجان ان شاء الله. يعطيك الصحه ايوب، شفت 56 644 صفر 11 كنت تحبوا تتفاعلوا مع الشيف ايوب تسالوا تفاصيل مهمه في الكوجينه، اكيد تليفوننا مفتوح وموجود على اذمتكم انس الكل. نرجعوا لضيفنا الاستاذ سفيان الطرابلسي ونحكيوا على الابتسامه. استاذ كنت تذكرت قبيله نعم. انه الابتسامه لازم نتبسموا للناس الكل هنا، هنا ممكن نقفوا عليها شويه النقطه هذه. يقول لك اذا كان نتبسم ديما ونتبسم للي يجي وللناس الكل، ممكن ندخل في شويه ابتذال، الناس تاخذ عليا الهف. ويقول لك فما ناس يا خويا ما تستاهلش ان نتبسموا، كيفاش نجموا نجاوبوهم هذوما العباد اللي تخمم هكا؟ فما كلمه تعجبني أي. يقول يعني خيرت بين ان اتعامل مع الناس باخلاقهم او باخلاقي، فاخترت ان اتعامل الناس مع الناس باخلاقي. فهذه كان ناخذوها احنا انطلاقه لحياتنا. انا عندي دي برانسيب نعيش عليهم، مش كل انسان في الدنيا هذه عنده برانسيب يعيش عليهم، خاصه احنا كشعب مسلم الحمد لله فادي متمسك بدينه. احنا ساعات تلقى حتى واحد مثلا غلط شرب مثلا ولا بعديك تحكي له على الدين يبكي، معناتها الدين فطره فينا وشعب تونسي، هذا هو الحمد لله بنت شعب تونسي في هذا، في حبه لدينه. صحيح فما حاجات ما يعملهمش وكذا، لكن عنده غيره على الدين وما يحبش فيه. احنا كي ديما نذكروه من ناحيه نقولوا احنا القيم نتاعنا والمبادئ نتاعنا سيدنا، واحنا في الاخير امنيتنا في الحياه هذه قداش نعيشوا فادي قد 100 200 ال 100 كان شكون يوصل تو ال 100. ففي الاخير احنا ربي يبارك لنا في العمان، ربي يبارك احسنت، ربي يبارك لنا فيهم. فاحنا في الاخير ربي ان شاء الله سبحانه وتعالى ينقلنا من الدنيا ذي سالمين،
ونمشيو. الامل نتاعنا احنا تحرمنا من رؤيه رسولنا في الدنيا، نتمنوا نراوه في الاخره، على الاقل من يوم القيامه نشربوا كي شربه من يديه هذيك ونحطوا يدينا في يديه ونقولوا يا رسولنا مش مسيبينك حتى لين دخلنا للجنه. طيب هو اش قال؟ قال شكون اقرب عباد يقعدوا معايا جيراني في الجنه؟ احسنكم اخلاقا. صح. اللي اخلاقه هو المتميز راهو اقرب واحد فيكم، مش اللي يصلي اكثر بطبع، مش معناتها مش اللي يصلي اكثر ما يصلي، يلزم يصلي. ما نحكيوش عليه هذيك، معناتها هذيك من المسكوت عنها، الصلاه مسكوت عنها، لابد الصلاه ما نحكيوش عليه. اما بعد ما تجي الصلاه اكثر انسان متخلق هو اللي اقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انت تحب تكون يعني جار الرسول عليه الصلاه والسلام وشادد في يده وتصبح معاه وتفطر فطور الصباح بحذاه؟ يا اخوي امشي باخلاق الرسول. صح. مش كان دائما مبتسما؟ طبق. برشا من الناس خويا فادي يقول لك السنه، السنه يحب يهيج اللحيه ويلبس قميص مثلا، مع احترامي اللي يفكروا بالطريقه ذي. نحترمهم على راس وعيني طبعا. احنا ما نقولش هذه غلط وهذا صحيح، هذه قناعه لقناعه عنده، هذه القناعه له ذلك. انا بالنسبه لي انا السنه هي اخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان يعمل، كيفاش كان يتصرف مع الناس، كيفاش كان العدو يجيه واحد يدخل للجامع ويرفع في صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انتم معروفين بني هاشم عندكم مماطله وتاخذوا حقوق الناس وما ترجعوهمش، وبدا يصرخ في الجامع. سيدنا عمر ما قبلهاش، كيفاش تحكي مع رسول ومع رئيس دوله؟ مش مع رسول فقط، رسول ما تحبش انت ماكش مقتنع به، رسول ورئيس دوله، كيفاش تحكي معاه بكل هذه الفظاظه؟ فمشى له سيدنا عمر متغشش، النبي نهى سيدنا عمر قالوا يا عمر الافضل انك تقول لي يا محمد رجع له متاعه، هذا الاصل. الاصل مش جيت عنفه هو. صح. اسال لا لا انا بالحق ما طلته. وقالوا يا عمر رجع له حقه، هي المده ما زالت. اما الاخر جاي يحب يختبر النبي عليه الصلاه والسلام في اخلاقه فقط، المده ما زالت. قالوا رجع له واعطيه على خاطر احنا وخرنا عليه، مشى معاه، ما حبش النبي كيما نقولوا احنا ما حبش يمزق قدام الناس، مشى معاه اللي انا وخرت عليك. قالوا رجع له حقه واعطيه على كل نهار تاخير كذا وكذا، غرامه نقولوا احنا بلغتنا التونسيه، فهمت؟ اعطيه حقه اكثر من حقه. فالاخر تصدم، قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. باش اسلم هذا باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، لا حكى له على الاسلام، لا حكى له على الصلاه، لا حكى له على الجنه، لا حكى له شيء. تصرف اخلاقي خويا ما يسالش، انا ظلمتك، انت مقتنع انا ظلمتك، ما يسالش. فالشخص هذا اللي يقول والله هذاك مش هلس الابتسامه، انا كي نبتسم شنو خسرت؟ بالعكس ربح. شي غذا مني باش يبتذن، باش يمشي يقول، باش يقول هذايا سامحني في اللغه، هذايا بوهالي، هذا زكيمه، بخلي قال لك في وقت التصرفات تلقاني راجل. صح. هذا المسلم وين؟ اخلاقي نمشي بها هي ورجوليتي هي بيدها ما تتنحاش، وحتى حد ما نجم يسلب لي حقي ولا يسلخني من شخصيتي ولا من رجوليتي. صح. هذا هو. ولكن اخلاقي تبقى دائما اللي نحب نحققها في الحياه باش نكون بها بجانب النبي عليه الصلاه والسلام. مصور انا حتى في عشتنا في الفي بروفيسيونيل نتاعنا تعاون برشا. تصور مثلا انسان تخلى الخدمه نتاعه ولقاه عرفهم كشبر على الصباح باش تاثاله على نهاره، تصور العكس لقاه عرفهم متبسم وكلمه. صحيح. طيبه لهنا. نعم. حتى الموتيفاسيون باش تموتيفي بطريقه مش نورمال. صحيح. حتى كان لي كونديسيون دو ترافاي ما تكونش هي بيدها، لكن تنجم تحافظه. تدخل حتى في تربيتنا الحكايه. نعم. انا استاذ سفيان كي نحكيو على التربيه نتاعنا، برشا ناس يقول لك تو انا ما نجمش نتبسم برسمي، نوصل لدرجه اني ما نجمش نحس روحي باش نافق كي مش نتبسم. يقول لك انا نبدا متوتر في خدمتي، متوتر في الشارع في اللومبوتياج، بعد شروح على صغاري اوتوماتيكمون لا تلقائيا لا واعيا نلقى روحي كان على اعصابي، ما نجمش نافق ونكذب على صغاري على عائلتي. نعم. كيفاش لازم يعمل هنا؟ شنو الحاجه اللي لازمها تغلب لهنا؟ كيفاش يعني اخويا فادي؟ هو حاول يسيطر على سلوكه يوم كامل. أي. في خدمته، في تصرفاته، الكل تصرف، ومن بعد كي يرجع لعائلته يفش غيظه في عائلته، غادي حقه يزيد يقاوم اكثر هو. يعني صورك الصغيرات المسنين بوهم 8 ساعات ولا 10 ساعات ما راهوش، ينتظروا فيه وقتاش باش يرجع. المراه مسكينه اللي تعبه نهار كله طيب له وتنظف له وتغسل له في حوايجه وهزت له معاناه صغاره، تنتظر في راجل وقتاش يفرح باش تجي تقبله وتعانقه وتقول له الحمد لله على سلامتك وتلقى منه كل بشاشه. انا ديما نقول العكس، نقول اقوى معناتها هو اخر نهار هذاك، حاول تركز فيه وانت خارج من الخدمه واستجمع كل القوه نتاعك باش تدخل عائلتك بتلك الابتسامه. فما قوله كان يقولها احد المفكرين الكتاب التونسيين دكتور احمد الابيض ربي يذكره بالخير، يقول شخصيتك الاجتماعيه وانت داخل دارك نحيها وخليها قدام الباب، وادخل لدارك بشخصيه الاب والزوج. هذا نحبوه معناتها هي. شوف راي كلها اخويا فادي هي كلها مساله برمجه. انا وش نبرمج نفسي؟ كان نحب نبرمج نفسي اليوم عندي تو انا داخل الاستديو نحب نكون فرحان ومعايا ناس تخدم معايا وفما ناس يجمعنا ميثاق نتاع عمل ومحبه وتعاون، انا نحب ندخل لهم كشبر، نحب ندخل لهم متبسم.
هذيك هي الحكايه. هذاك قرار كان خمسه وخميسه هذيك. هذه اللي قلنا عليها قبيله في علم النفس هي دائره الاختيار. انا شنو القرار باش نتعامل به مع الناس؟ صح. وشنو القرار اللي خارجه من الدار؟ انا كي نخرج من الدار نحب نعمل مشاكل ونحبش نعمل مشاكل. تجيني صعوبات وقد ما نصبر عليك الصعوبات راني قاعد نؤجر عند رب العالمين وقاعد نتحب من عند الناس. انت كيف هذه تبدا معروف في الحومه ولا معروف في الخدمه نتاعك انك صبور وديما مبتسم وتتحمل مثلا اخطاء الاخرين الناس كلش تحبك اكثر وتقدرك اكثر وربي سبحانه وتعالى يرفع مكانك وهذاك الاهم. امين يا ربي ان شاء الله ربي يا ربي يرفع مكانتنا الناس الكل. والله كي نشوف ونحكي بصراحه تو ممكن هربنا شويه على الموضوع حتى في تعاليم ديننا حتى في يعني في الدعوه اللي جابنا الرسول صلى الله عليه وسلم والله سهله وما تتكلفش جمله. تو كان نحكيوا على حرام الحرام يتكلف صحيح نحكيوا على حلال الحلال ما يتكلفش صحيح وفي منفعه كبيره ياسر وسختو حتى باش يربحنا في دنيتنا كما قلت وكيف كيف حتى في ديننا. البنا مع الشيف ايوب نرجعوا لك يا شيف ايوب بكم. الحديث ممتع جدا وبنين هو صدق انا نعتذر منك في حاجه ما كلتك ديما بنينا من موضوعنا قبل ما كنت لا 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 اليوم الموضوع ياسر هو فما انسجام بين جماليه الطعام اللي هو الغذاء الروح وجماليه الكلمه الطيبه اللي هو غذاء الجسد سوري وجماليه الكلمه الطيبه والابتسامه هي غذاء الروح فما انسجام متكامل يعني الحمد لله وراو الابتسامه متايب وهذيك اللي زيت تبان حتى الماكل وديننا الدين الكلمه الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. به ساده المشاهدين كيف ما قلنا عندنا طاجين باذنجان اليوم انا حضرت صوص بولونيز نجمو نعملو كان صوص بشاميل بركه معها شويه فرماج نحط معاهم نشوي هالبتنجيل ونحطهم الزوز في الفرن مع بعضهم يطيبوا وهكا تحصل على غراتان ازهر. انا باش نعمل معاهم صوص حمراء اللي هي صوص بولونيز هذه خاطر احنا التوانسه نحبوا المشخشخ ونحبوا الصوص الحمراء والمحرحره والفاوحه. دونك انا حضرنا الصوص هذه بطماطم زقلي وبالهروس من عند زقلي انا باش تجي فاوحه شويه وتجي محرحره. دونك هكا نعاود نذكر اش عملت. خذيت اللحم مفروم قليته مع شويه زيت زيتونه وشويه بصل من بعد فوحتهم شويه تابل وكرويه شويه ملح وفلفل اكحل وحطيت معاهم شويه كلافز مقصوص جويد وشويه سفناريه باش نقص لي من الحموضه. دونك من بعد زدتهم شويه هروس من عند الزقلي اللي يحب يزيدهم ثوم زاد تجيبني لنا الصوص. دونك هكا نعمل الطبقه الاولى بطنجال الطبقه الثانيه صوص حمراء والطبقه الثالثه نحطها صوص بشمال هذه اللي وريناكم كيفاش حضرناها 60 غرام فرينه 60 غرام زبده على إيتر حليب. سيحوا الفرينه مع الزبده مع بعضهم على النار قبل ما يتبدل اللون نتاعهم يبداو يبقبقوا شويه قبل ما يتبدل اللون نتاعهم نصب عليهم الحليب باش تجينا بشمال بيضه. الحليب اكيد نصبه بارد كيف ما قلت باش ما تكعبرناش الفرينه. هكا نكمل بنفس الطريقه نعمل طبقه اخرى بالطنجان مضبية. انا عملت بالطول نعمل العكس بالخلاف تو بشكل عرضي هكا هذايا باش من بعد كي نقص يجي متماسك الطاجين نتاعي. وليش هذه المسقعه المصريه؟ لا المسقعه حاجه اخرى مش هيك تشبه لها باش يقليوا الباذنجان مش يشويوها وفيها مكونات اخرى مش كيف ما احنا ان شاء الله نهار نعملوها مع بعض. دونك نعاود نحط شويه صوص كمل لقيت الصوص اللي قعدت لي هكا ريحه الصوص ياسر بنينه كيف ما قلت برشا ما يحبوش الماكله البيضه هذيك علاش انا طرحت اليوم نعملوها. وثم عند اسبانيور طبق يشبه لهذايا وعند طلاين وغيره الجراتان ثم يسميه موساكا والاسماء تختلف من جهه لجهه. دونك نكمل نحط شويه بشاميل شوف البشاميل نتاعي ماهيش خاثره برشا تعطيني الطوع ماهيش جاريه زاده او ميم طون معناها صوص سونكتوياز شاده روحها كيف ما انا نحب نتحكم فيها مش هي تتحكم فيها. دونك باش نحط لها على الوجه الموتزاريلا هذه اخترت موتزاريلا باش كي تدخل الكوشه تذوب وما تحرقش تبدا مسلكه. ثم نوعيات تاع فرماج ردوا بالكم منها كلها مستحضرات غذائيه ما اكثرها نشا وغيره تبدا شاده روحها تقولش تاكل في التل مش فرماج. هذه الموزاريلا ميزتها كونها تذوب في عقلها وتبدا طريه على الوجه نتاع الكراتان ولا الطواجن نتاعي. دونك انا من عندي نقترح لكم هكا وانتم عاد دبروا روسكم عقولكم في روسكم وتعرفوا خلاص. تحب الطيب بالتل تحب الطيب بالفرماج وين كيف تحب. دونك هذه طاجين الطنجال بالنسبه للسلطه نتاعنا شفنا كيفاش عملناها قعدنا ان شاء الله بعد شويه مع بعضنا نحضروا الديسير اللي هو بسكوي كيف ما قلنا بالنواة كوكو وباش يكون في قلبه الفريز بما انه موسم
الفريز بدا. هذايا هديتي لكم اليوم السادة المشاهدين، بعد شوية نرجع نكملوا مع بعضنا إن شاء الله، نرجع لخونا فادي وضيفنا الكريم. يعطيك الصحة أيوب شفت 56-644-011، مصدق أنا قعدت سارح مع أيوب خاطر نشوفك جبنك شو عامل فيه. هرشت جبنك. والله تبارك الله والله. كذوب يبدا يتمغط ما نحكيلكش. والله. صلي على النبي. إن شاء الله إن شاء الله يجي نهار ونطيبوا حاجات هكاك الناس الكل فيه فيديانا. أستاذ سفيان. قاعدة كانت حلوة برشا برشا معاك ومحلية حتى الطاقة الإيجابية هكا محلية، متأكد أنا وصلت للناس كل في ديارهم، أنتم قاعدين معنا قاعدوا توصلكم الطاقة نتاعنا في التوصيات الأستاذ سفيان بالله يتبعوها بحذافيرها، تبسموا 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 وركزوا معنا في كلمة الختام، كلمة الختام اللي كنت ضيفنا كيفاش نجموا نفيدوا. حبيت في كلمة الختام حبيت نقول الإسلام إسلامنا عمره ما جاب شي حرمنا في الدنيا هذه، الإسلام جاب باش يشيخنا. كل حاجة محرمة ربي عطى عليها بدائل وليس بديل واحد، كل حاجة حرام ما نعملوهاش، الخمر مثلا حرام، قداش عطانا من أنواع عصير مباح، الزنا حرام عطانا في حد عطانا الزواج، الربا حرام عطانا التجارة والبزنس والعمل، أعمل كما تحب. فالإسلام جابش يساعدنا، الإسلام جابش يقول لك البس مليح وكل مليح وتفرهد مريح وعيش سعيد أنت ومرتك وصغارك وأمك وأبوك ووالديك. فنصيحتي يعني نحب نتوجه بها من القلب إلى القلب إلى كل أحبابنا مشاهدينا متابعينا، ابتسم وحط في ذهنك حاجة بركة، راهي الابتسامة هذيك نهار آخر عند ربي سبحانه وتعالى باش يلقى حسنات كجبل أحد. تقول يا ربي منين هذي، يقول لك الابتسامة اللي كنت أنت ماكش عاطيها قيمة. واحد يقول والله العظيم قداش بنبتسم، ماني باش نتغشش، ماني إنسان لخي، أنت تو قاعد تنذر علينا لخي أنت ما تغشش. نتغشش طبعا وساعات نخرج، ولكن كي تفيق ترجع وتعتذر وتبتسم. نرجو الاختيار هذه شنو نقولها، نرجو حتى كان غلطنا نفرض نغلطوا، طبعا نغلطوا عادي، الخطأ ليس عيب، ولكن قوتنا وين كي نغلط نرجع، كي نتغشش ونصرخ في وجه واحد نرجع له نعتذر منه ونكون انا البادئ كما قال عليه الصلاه والسلام احسنكم اللي يكون هو يبادر بمصارحه خوه. ما شاء الله ما شاء الله عليك استاذ سفيان يعطيك الصحه. انا هو يحكي نتذكر في روحي انا اشوف في روحي انا يت نتغش في ساعه دمي حامي اسمعني برجوله ناس مش يصدقوك انت ياسر تغش. لا والله برشا ناس برشا يقولوا لي حبوك قولوا له تبارك الله كذا، لكن في ساعه نرجع انا غالب القلب مقود اصل دونك واحد في ساعة يرجع للطريق الصواب. وان شاء الله كيف ما قال ضيفنا الكريم تحافظوا على الابتسامه، هي اساس التوادد بينكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في برنامج نهارنا. أكيد يعطيك الصحة أيوب شفتر. أستاذ سفيان طرابلسي عضو هيئة العلماء والأئمة بألمانيا، شكرا على حضورك وإن شاء الله عن قريب زادة ترجع بحذيان وخلينا نحكيو برشا برشا مواضيع. وماذا بيا زادة كون نهار اثنين، برشا ناس ما يحبوش نهار اثنين، أنا بقول لك بعد الويكاند نبدأ أنا بداية أسبوع نرجع للخدمة وكل نهار اثنين على الأقل نعطيهم إنرجي بوزيتيف لو ماكسيموم. الدنيا قصيرة خلينا ناخذوها بضحكة، ناخذوها تفاصيلها البسيطة، عيشوا ببساطة ونعيشوا لرواحنا وإن شاء الله ربي يحفظ تونس. فاصل وبعد نرجع. رجعنا لكم أكيد بالابتسامة الطيبة وبالكلمة الطيبة وبالأفكار والتظاهرات الطيبة. بطبيعة صغارنا كي نخموا فيهم ونشاركوهم في برش حاجات يعني حلوة تفيدهم من بعض وبيعملوا فيها أمبيونس وبيعملوا فيها أجواء ممتازة برش، وخاصة كنحكيه على الصغار نوع ما حالة خاصة شوية، ما حبش نقول حالة خاصة لكن هما صدقا حالة خاصة، فنخموا فيهم من جانبنا نحن كتوانسة نحبوا الخير لبعضنا. تظاهرة اليوم اللي باش نحكيو عليها تظاهرة ممتازة فريدة من نوعها، يوم طبخ للأطفال. أكثر تفاصيل نلقاها مع ضيفنا سي هيكل بن زايدة بطبيعة نائب رئيس الجمعية التونسية لمهني فن الطبخ. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك، مرحبا بكم على الاستضافة. عيشك. وبطبيعة ما نجمش بحضور أيوب شافتر شاف أيوب يصدعاني خويا وصاحبي وما نجيش معناتها. مرحبا اسمع أستاذي أشكرك. هذا هو اللي عنده فضل كبير علي ياسر. لا فضل بالحق معناها كان مش منه هو، أنا ما نصلش للبلاصة هذه. علمني ما نتخيلش يرحم كل من علمني. يعيشك بارك الله فيك. صحتك بخير تبارك الله معناتها. ما شاء الله يعيشك. خونا أيوب فاعل من اللي كان يتديون وكان فاعل حتى مع طلبة ولا توا في الجمع العمل الجمعياتي تبارك الله معناتها قايم مجهود كبير معنا، وهذاك المطلوب معناتها مش كوجينا ماناش اون كومبيتيسيون نحن.
نحن الشعار بتاع الجمعيه اللي ذات باسيان معناتها نو كومبار با اي سو كومبليت صح دونك من غاديكا بدات وهذا اللي ريناه نحن تو ديجا فك المحادثه هذه معناتها من علمني حرفا صمت له ودا وحتى كيف الاستاذ اللي علم تلميذه زاد كيف باقي ما شاء الله عليكم ان شاء الله ربي يدوم المحبه والعشره هذه والجمعيه زاد كيف تخدموا في خدمه مزيانه. خلينا نحكيوا شويه على الجمعيه اغلب الانشطه نتاعها فاش تتمثل بالضبط وانت شارك به لاتباك اللي هي لاسوسياسيون تونيزيان دي بروفيسيونيل دو لار كولينير. هي فكره جات لها مده طويله سامحوني لها مده طويله كنا ديما نحن برشا شيفين اون سو ديبلاس لبرا ونمشيو للتظاهرات العالميه تلكو البوكيوز دور تلكو لي غراند كومبيتيسيون، لكن تونس ما كانتش ممثله. علاش ما كانتش ممثله؟ خاطر ما كانش عندنا جمعيه ما تنجمش تشارك اتيتر بيرسونيل، لازم يكون عندك جمعيه باش نجموا ندخلوا المتظاهرات هذوما. من غادي جات فكره الجمعيه مع برشا خيان نذكروهم وفيق بالعيد، محسن الورتاني، سي رفيق التلاتلي، سي ومن غير سي منير العارم. عملنا البيرو الاول، عملنا التاسيس تاع الجمعيه هذه، ومن غاديك في ظرف 3 سنين تبارك الله معناتها عملنا برشا تظاهرات، منها ان جبنا لا بارتيسيباسيون لو لابيل بوكيوز دور اللي هي حاجه مش سهله معناتها في العالم، اللي هي اكثر مسابقه ميدياتيزي او موند تاع كوجينا، تنظمها جي ال ايفانس، تنظم مهرجان كان، وتنظم كوب دافريك كوب دوروب دو فوتبول، معناتها حاجه عندها امبلور انترناسيونال. هذه عندها امباكت بوزيتيف برشا حتى لتونس. جبنا الحق بتاع التنظيم نتاعها في تونس، حق المشاركه، حق وكيف كوب دي موند شاركنا في المغرب، جبنا تبارك الله في المغرب بالذات، تحيه لاخواتنا المغاربه، جبنا الكوب دافريك في نوازري بولونجري من غاديكا معناتها من المغرب بالذات، وشاركنا في كوسكوس فيست تبارك الله اللي شفتيه على طيب وهدره وبلال وشتاتي جابوا الميداي دور غاديك برشا، وهذا راهو مش حصريا، عن ضمن برشا تظاهرات فيت الطلبه في المدارس السياحيه ولا في التكوين المهني. عملنا ان ديناميزم جديد في دومين الكوجينا، اللي ما عادش كل واحد يخدم على روحه بعقليه صاحب صنعتك خوك مش عدوك. ممتاز. دونك من غاديك بدات الحركيه اللي قاعده تصير تشوف فيها الايامات هذه من 3 سنين، لي ميديا ولا سانتيريس لحاجه، خاطر قبل كنا نعملوا حاجات لكن ما كانتش تبان في الميديا. تو تبارك الله معناتها حتى لي زانونسور الميديا المشاركين حبوا ولاو يهتموا الناس الكل كي شافوا الجديه بتاع الجمعيه. ممتاز. اللي بالمناسبه صار المؤتمر الانتخابي بتاعها صافي دو سومين تبدل، فما تغييرات في الهيئه المديره، لكن راهو فما لا كونتينيتي، برشا عباد من اللي كانوا مازالوا، فما عباد كانوا ما عادش في الهيئه المديره لكن اعضاء في الجمعيه، وراه كل واحد في العمل الجمعيات اللي يحب يخدم جمعيته ويحب يخدم انكوز معناتها باهيه، راهو كل سوا في البيرو ولا خات البيرو عنده ما يضيف. وتبارك الله نحن نسمعوا اراء الناس كله والراي تشاركي معناتها ان شاء الله اوني دون لا بون فوا. التظاهره اللي صايره غدويك هذه غدوه 20 مارس ان شاء الله في قريه الاطفال اسواس قمرت، هذه الثالثه ماهيش الاولى، ولات عندنا عاده سنويه ان شاء الله سنابس الدعم باش نمشيو ان شاء الله لديزا سويس اخرين الموجودين في مكثم، موجوده في صفاقس في اكودا، ما عادش سنتراليزاسيون في تونس بركه تبارك الله، عندنا مكاتب جهويه زاد بتاع الاتباك ان شاء الله فاس ديبلاسي اليوم الكل، هذا يدخل في اطار لو بالي اسوسياتيف وسوسيال بتاع الجمعيه. انك تمشي تزور السبيطار، انك تمشي تزور لي زونفون دي سويس قمرت اللي هما تبارك الله عليهم استانسوا بينا، ولينا حتى كي نزوروهم خارج التظاهره هذه معناتها نسميوهم يسمونا معناتها عندنا علاقات. علاش تقول لي التظاهره هذه راهو تظاهره بتاع نهار، لا هي باش تزيد لا هي باش تنقص، ولا هي باش تحل المشكل ولا هي باش تزيد، اما باش تخلي اثر ما فيش جوستومون. اول حاجه انه ندخلوا في تواصل مع الوليدات هذوما. مهنه الطبخ راهي مهنه نبيله جدا، مهنه كبيره برشا، وتبارك الله موجوده في تونس، نحن ديما على ريشيرش في تونس ولا في البر، اوني على ريشيرش دي شيف سي بور اونتر اوتر بروموفوار نوتر ميتي، اللي هو لازم الناس الكل تعرفه والناس الكل تعرف شنو هو شيف كوجينا جوسكا لو باسي اللي مش بعيد برشا، راه ما كانوش العباد يعرفوا واش معناتها شيف كوجينا، واش معناتها مهنه الطبخ. تو تبارك الله طلب كبير برشا في ديزيكول اوتيليير اللي هما اصحابنا واخواننا، يقولوا لي معناتها تجيب 300 دوموند على 28 بلاصه فقط. معناتها شنو اللي سبب الحكايه هذه معناتها؟ مهنه مشغله اول حاجه، مطلوبه في تونس ولا في الخارج،
لا فورماسيون تاعنا تخلينا تسمح لتوانسه تبارك الله يمثلونا، وتحيه للشيف البرا اللي يمثلون احسن تمثيل تبارك الله في كل بلاصه في الدنيا تلقى التوانسه موجودين في الدومين هذا في كوجينا. اول حاجه باش نعملوا هو ساعه اتوليه دو كويزين باش نعملوا غدويكا في اسويس جامارت. اتوليه دو كويزين معناتها مش باش نهزوا ماكله ياكلوها الولاد الصغار، لا الفون توشي ساعة هما بيدهم سي بيان حاجه الباهي، هما يلفون توشي ا سا، هما بيدهم شي يلفون مانيبولي ان برودوي، هما بيدهم شي يعرف كيفاش يقد كعبه الكريب، كيفاش يلف بريكه، كيفاش يطيب يون بايلا في بايليرا، كيفاش نهزوا ان برودوي ونمشيو على رواحنا وفي الحكايه يعني ماشي اعانه كيما يصير ورك شوب لايت يتعلم حاجه يحس روحه فما اكتيفيتي يخدمها معاكم تكون معامله افقيه نوعا ما ما تكونش هوايه هوايه سيت اناتولي برمي دوت فما في 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 المسرح في الغناء في الموسيقى في الوعدين فما في الكوجينه. ومن غاديك اقترحنا على قرى الاطفال ما تعرف عندهم صغيرة قاعدين تحيه ساعه لهم كبيره قرى سويس قاعدين يقوموا بمجهود كبير ياسر الامهات ولا الاداره شفناه هو الاسيستونس بتاع الصغيرات من اللي يكونوا صغار حد داكشي اللي يقراو اللي كمل قرايته يكريو له في بلاصه اللي يلقى خدمه اللي ما كملش قرايته العاديه ينجم يمشي يتعلم مهنه وما فماش يظل احسن من مهنه الطبخ باش يتعلمها صغير. ومن هنا جات الفكره انه الاسيستون اقترحت انها تكون الاسيست صغار اللي انقطعوا على الدراسه احسن حاجه تعطيها له صنعه راهو ساعه تعطيها له خير من تقعد تلز فيه باش يقرا هو ما عينوش في هذيك جات الكيف تاعو جا في الكوجينه اللي هي حاجه باهيه صح وحقه بالعكس ولازم يختار الكيف نتاعو هوايه نتاعو باش يتميز فيها باش ينجح فيها ينجح في الحاجه اللي يحبها. ما غادي اقترحنا ان اللي انقطع دراسه وعنده الفكره انه يزاول مهنه الطبخ ولا يتعلمها اون لو بلاس وشكر للمدارس السياحيه اللي تفاعلوا معنا وقبلوا حتى مثلا ما فماش بياتها ما تسمحلوش الواحد يمشي عن بياتها يعملوا لهم هما اكسبسيونيل ما بياتها لي ستاج يعديهم معنا مع لي شيف في ليزيتابليسمون نتاعهم دونك نوصلوهم لمرحله انهم يوليو صناعيه ان شاء الله. هذا هو البرنامج بتاعنا على لون تيرم انه يوليو صناعيه وانهم نجموا يعملوا على ذاتهم ويدخلوا لسوق الشغل بصنعه يتحداوا بها معناتها هنا تفضل ايوب شيف هكا يحكي معناها بما انه ممثل جمعيه مهنيي فن الطبخ في تونس ويحضر معنا في البرنامج هذايا اليوم باش يقدم لنا لمحه كبيره على النشاط الجمعيه هذه وعليها هي كهيكل فاعل في المجتمع. نفرح انا نقول فريمون هالمجتمع المدني قاعد يخدم وقاعد يقوم بدور كبير برشا مقابل الكاميون اللي شفته اليوم سكر وتوروت مدة 4 ساعات وخمسة ساعات وما شفتش تعرف خرجت من وين نسكن في رون بوان كام حابس ما فهمش بوليسي يصرح في السيركيلاسيون نقول الدولة وينها مؤسساتها وين لكن هناك نشوف المجتمع المدني قاعد يخدم هالمجهودات الكبيرة نفرح لكونه تونس ماهيش واقفة على حتى حد واقفة على أولادها ومجهوداتهم اللي في الإطار الصحيح مش اللي في إطار العمليات الإرهابية في بنقردان وفي الشعامبي وفي غيره. هكا الجمعيات هذه إن شاء الله تلقى شكون يساندها ويدعمها من أجل أنها تأخذ بيد الناشئة كما أطفال هالقرى هذه الأطفال فاقدي السند باش كيف ما قال لك يحطوهم على السكة الصحيحة يعلموهم مهنة احنا نشدوا على أيديهم بالحق ونشجعوهم. تحية كبيرة من خلال الشيف هيكل اللي حاضر انا اليوم باش نتجرد من الاتباك لكن هو حاضر ما نجمش هي في دمي حط اللوجو هنا بالضبط لكن تحيه من خلالك انت لكل المشاركين والمنخرطين في هالجمعيه هذه وقاعدين يخدموا بالحق بجهود كبيره من اجل انه ينجحوا برامجها ومن اجل انهم خلقوا ما يسمى بظاهره المطبخ في تونس وامتهان وحرفة المطبخ وفن فنون الطبخ في تونس. ولاحظناها السنوات الأخيرة كما قال خونا هيكل إقبال كبير على المعاهد الخاصة بتعليم المطبخ لأنه بالحق فيه فلوس ومهنة ممتازة برشا تخلي أولادكم مرتاحين في حياتهم وتصدرها حتى تونس للدول المجاورة الشقيقة ولا الدول في أي بلاد في العالم احنا التوانسة يخدموا بالضعف وبكل مجهود. أنا عندي ممكن تعقيب بسيط على أكلام أستاذ هيكل قبيلة قال الممكن اللي انقطعوا على دراستهم يختاروا صنع. أنا نعرف برشا ناس مكملين نيفو قراية تبارك الله عليهم واختاروا لهواياتهم تاعهم وتميزوا والله أنا نكمل في شهادة أنا عندي ديفام يجيوا يقراوا عندي في الكوجينة نساء كبار كانوا وحده عامله كونتابيليتي
واحد عامل استوارجيو واحد صح. مش عارف بالحق اختصاصات وكملوا اختصاصاتهم وجايين يقراوا شيء. ما بنتنا بنت لاتباك عامله هندسه ميكانيكيه هندسه ميكانيكيه وبعدها جت كملت نجحت ماستر في سيدي الظريف وان شاء الله السنه تنجح في انستيتو باسكال زاد ما شاء الله عليها. تحيه اللي حبيت قلت انقطعوا الدراسه نحكي على اللي كان لقيناهم موجودين صحيح ديجا موجود سيتان في ريال لقينا اطفال انقطعوا على الدراسه ويخموا لهم كيفاش يقريوهم حاجه اخرى اوركو انا وكلنا داير نشوفوا اللي هو هو ما قطع الدراسه وعنده الحب انه يوصل غاديك فما عباد راهو مش معناتها هي اللي راتيه تكوجينا بالعكس معناتها مهنه ان شاء الله يخلطوا عليها الناس الكل لكن نحكي في ليكار لقيناهم اكزيستون في اس او اس اللي باش نعاونوهم وهما طالبين انهم يدخلوا للكوجينا. باش نرجعوا نحن استاذ هيكل بالطبيعه لتفاصيل البرنامج لكن خلينا نعملوا طلعه على الشيف ايوب. اسمع ما تقول لي الشيف مادام شيف هيكل. لا خويا شيف وشيف كبير شيف هيكل انا راني تلميذه. لا خويا حسن عايش كرف فضلك نقعدوا ديما اصحاب وخيان ومعبد الجديين برشا العباد الجديين برشا وافهم ايوب معناتها ما حبش حتى يترشح للمكتب التنفيذي بتاع الجمعيه ويخدم معناتها ما نعرفوه اللي هو يخدم في اي موقع معناتها تبارك الله ديما موجود بور لا بانكاز. احنا ان شاء الله من اجل هالبلاد هذه نقدموا بها الاحسن ديما موجودين في كل الحاجه اللي فيها مصلحه البلاد. ساده هيبت. مشاهدين انا باش نرجع بكم شويه للدسير باش نبعدوا شويه على حديث الجمعيه ولكن راجعين. بالنسبه للديسير اليوم كما قلت هالبسكوي هذايا بالقلب الفريز باش يكون الفريز اليوم كما قلت من قربه المدينه هذه نحييو مره اخرى عمالها خاصه النساء العاملات في جمع الفريز نعرفوا اللي النسوه اكثر هم اللي يساهموا في جمع الفريز. تحيه للمتساكنين مدينه قربه وهالقريه الجميله جدا هذه. انا اليوم جبت الفريز من غاديكا باش نعملوا به البسكوي بتاعنا. للبسكوي شنو خذيت 200 غرام فرين عليهم 70 غرام سكر حطيت معاهم مقدار 4 مغارف عطرشيه ماء تاع عطرشيه حطيت معاهم مقدار 70 غرام زبده وحطيت معاهم عظمه كامله هذوما الكل خلطت مع بعضهم عجنتهم اللي تحصلت على عجينه هكا متماسكه. اذا مازالت رخوه شويه لازم نزيدها شوي فرينه باش تشد روحها والا من بعد البات نحلها على الفرين. دونك هكا نخليها انا ترتاح مده ربيع ساعه ومن بعد نعملها قراص صغار في قلبها باش نحط الفريز هذيا وحده اللي باش نعمل له سكر لا حد شيء. نقصت ديجا كنشوفوا في الكميه نتاع السكر ما حطيتش 100 غرام حطيت 70 غرام بركه باش حتى الناس اللي عندها مشكله في السكر تنجم تاكل منه هذايا بما ان الفريز ناتورال زاد ماهوش كونفيتور ما عملناش فيه ماده مضافه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم ديسير اليوم تنشوفوا من بعد كيفاش باش نحضروه مع بعضنا ان شاء الله. هنا ما نجموش يعوضوا السكر بحاجه اخرى نجموا انا السكر اللي حطيته هنا ثم نوعيات نتاع مستحضرات اللي تعوض السكر لكن انا ما ننصحش بها لانه الكبده والبنكرياس باش يبقاو يخدموا بنفس المنطق بنفس الطريقه لكن تنجم تستعمل هنا عسل نجم تستعمل شويه عسل اقل معناها حكيت 30 غرام عسل يعوض لك السكر لكن يكون اخف في الطعم شويه. ثم شوكولاته من غير سكر زاد تنجم تستعملها كيما لي زيكلات تحطها في عود الفريز بالضبط هذيك تحطها تعطيه نكهه البسكوي نتاعك وكي ياكلوا المريض بالسكر يحس حاجه بنينه من غير ما يكون مبالغ فيها من غير ممتاز. ما يمرض بالضبط. 56 644 011 كي تحبوا تتفاعلوا اكيد مع الشيف ايوب بخصوص الكوجينه كيما السؤال هذا معناتها نتاع السكر كل شيء. كان عندكم اي سؤال بالطبيعه الشيف ايوب على ذمتكم يفرح بكم رحاب تصدروا بالطبيعه هي اللي بالطبيعه على جالها باش تتواصلوا بينا معها. استاذ هيكل بن زايد نائب رئيس الجمعيه التونسيه لمهني فن الطبخ يوم طبخ للاطفال اس او اس قمرت الاختيار كان بطبيعه الهدف منه حاجات اجتماعيه توعويه تقوموا بدوركم كتوانسه قبل كل شيء ثم كاعضاء الجمعيه كمسؤولين في الجمعيه هذه ورساله ممتازه برشا. دونك البرنامج تقريبا غدوه كيف باش يكون والدعوه اسكو مفتوحه للناس الكل ولا الاتوليه باش يكون مخصص خاصه كان للاطفال هذو فقط؟ والله اللي هو الاتوليه لا قدش مره يجيو اصدقاء الجمعيه كسوا ولا اصدقاء القريه اس ويست تبارك الله راهو موجودين تنجم تقول راهو عندهم شويه زهر معناتها يسون غاتي كومبارون بلي اس ويست الاخرين بحكم الموقع اللي موجوده فيه القريه هذه بحكم فما قرى ما عندهمش نفس الدلال كما نقولوا بتاع اس ويست. دونك فما اصدقاء جمعيه يكونوا موجودين المربين والامهات تاع الجمعيه. حق حبيت نرجع لك تفضل باش نقول لك شنو اللي صار قبل مع الجمعيه ابار لي جورني هذوما اللي عملناهم لدات صغار
عملت انفورماسيون، مش نحكي على روحنا، حكي عملت باسم الجمعيه، عملت انفورماسيون للامهات. هو كيفاش النظام في قرى اس او اس قمرت؟ هما كلهم دي فيلا صغيرات في قريه، على اسم قريه، هي بيوت فما ام حاضنه جينيرالمون في الدار، يبدا عندها 5 6 7 8 صغار ماكسيموم، دونك تنجم توفر لهم. والبيجي يجي من عند الجمعيه والماها وضوها والدنيا كل، وهي تتكفل بمكتبهم وتهزهم وتجيبهم وطيب لهم فطورهم، وعايشين في اسره معناتها، في ماهمش في فوايي كبير. وعلمنا الامهات، عملنا حلقات تكوين للامهات هذوما، خاطر مش نسى الكل تعرف الطيب، ولا حتى اللي تعرف تحب تاخذ دراسات جدد. عملنا دي تيم لي فولاي بار اكزومبل، الدواجن شنو نجمو نعملو بالدجاج بانواعه، وكل حاجات يشوفوهم كوردون بلو، ويشوفوا اون بوبييت، ويشوفوا حاجه يصخيبوا حاجه اندوستريال صعيبه اللي هما نجمو نقدوها. عملنا دونك ان اتولي دو بات، الصغار يحبوا برشا لي بات، عملنا لي بيتزا لي كريب، عملنا الدواجن، عملنا لاكويسون دي لاكويسون تاع انواع السمك، كيفاش نجم تعمل بحاجه بسيطه، حتى بسردينه باي حاجه متوفره، شنو تنجم تعمل بها الوليدات الصغار. استفادوا الامهات، هما اللي باش طيبوا الوليدات هذوك، وجاو من قرى اس ويست كل في تونس. عملوا جمعه فورماسيون شرفت عليها انا معناتها، ونذكر زاد سيرينكتات في الحلويات تعطيها الصحه، وعدينا لهم جمعه للامهات فورميناهم. يقول لك كنا فما جبتوا لنا دباير وجبتوا لنا حاجات افكار الولاد صغار نشوفوها صعيبه معناتها، توا رياليزابل حتى بماتريال صغير، كيفاش تعمل بيتزا ما عندكش فور يخدم بلاتو عادي، كيفاش تعمل سي سا لي زاستيوس اللي نجمو نفيدو فيهم. وهما كلهم بشهادتهم ولاو عندهم دباير جديده، ولات عندهم فكره صغيره، هذاك كله لصالح شكون؟ الولادات الصغار. دونك نعاود الغايه بتاع الجورني بتاع غدويكا، اول حاجه هو مش نخدموا تونس، مش جمعيات تخدم في تونس، مش تخدم في روحها الجمعيه، تخدم في تونس من كل واحد من شيرته، كل واحد من الامبلاسمون بتاعه. ونحن اختصاصنا احنا نعرفوا الفلفل والطماطم والحوت واللحم والتاتيب، هذاك نعرف من واجهتنا نحن. دونك نخدموا هل كسوة هذه، والا التعليم بصفه عامه معناتها لا فورماسيون في ليزيكولوتوليير ولا في الوحدين، نعطيو راينا فيهم، نشاركوا. كان فما حلقات تكوينيه، فما حاجه موجود مولود جديد اللي هو اسمه الاكاديمي اتباك. الاكاديمي بيان سور تبارك الله اخونا الياس السمعي وسي ايوب زاد مشرفين عليها، اللي هي اون اكاديمي للناس الكل، للنيفو الكل بتاع ليزيكول اوتوليير سي ا بي بي تي بي بي تي اس، كل واحد وشنو هو الفورماسيون اللي لازم ياخذها. هذه علاش باش تكون عندنا نواة، مش كل ما يجي كونكور لبرا اي شكون باش يمشي يشارك، شكون باش يشارك في كونكور في اخر وقت ونتاعو في البريسيبيتاسيون وقتها، والجري ورانيه وكوتشيه وهذا كله طلب وقت، راهو لي كونكور ما يطلبوش هكاك. دونك كي تبدا عندك اون بيبينيير، عندك خليه صغيره قاعده ترينا ديما وقاعده تتبع في ليزيك في لي كونكور هذوما، في الحاجات هذوما في ساعه تنجم تجبد دو كونديدا في السبيساليتي هذيك، وتكمل له ان كومبليمون صغير سولون التيم اللي موجود، وتلقى عندك كونديدا فالابل وكومبيتيتيف. صح. دونك الاكاديمي هذه زاد قايمه بواجبها، نحن تو ولينا راهو عباره نشرف ونحضروا كذا، وهما الاكاديمي ال سون اوكوب دو ريست معناتها تبارك الله، وليزيكول بريفي والناس الكل معناتها نشاط الجمعيه في الفورماسيون وفي الحاجات هذوما. بيان سور للي بروفيسيونيل لي شيف دو كويزين انتظاراتهم كبيره من الجمعيه تبارك الله، وصلنا عدد قياسي في المخارتين، العباد راهو كي تثق بيك تجي معاك اكيد، وكي تشوف شنو عملت معناتها التنظير الناس كل تنجم تنظر من الفعل، اما الخدمه هي كي تشوف الخدمه وتشوف النتيجه العباد وحده وحده تجيك. انا واحد من الناس نهار تلاجي عشت فتره عجيبه معناتها، انه تلموا في نفس الصاله تبارك الله قريب 150 شيف، ما بين اللي كونفيرمي ما بين الفيتور شيف ما بين تبارك الله من الاجيال الكل، من لي زونسيان فورماتور، مش ساهل باش تلمهم اللي هما قبل كنا ما نجموش تلموا خمسه من الناس، اكيد 5 شيف مع بعضنا ما كناش نجموا نتلموا، تو تبارك الله يتلموا ويعطيوا رايهم يسو دي بلاس. تو احنا الحاجه الثانيه اللي قاعدين نخدموا فيها سي لو روسونسمون دو لا كويزين ريجيونال تونيزيان، معناتها راهو كسكسي الكاف ماهوش كسكسي جربه، ماهوش كسكسي جرجيس، ماهوش كسكسي القروان، ماهوش كسكسي بنزرت، ومش نحكي لك ولايات بركه، كل حومه عندها كسكسي، كل حومه عندها الطبق بتاعها، عندنا دي ميني، لكن هذا مش موثق وقاعد يذيع المخزون التراث بتاعنا في الباتريمون كولينير قاعد يذيع. المؤتمر العام للجمعيه كونه
يتم تكوين لجنة وطنية تكون ساهرة على التوثيق للمطبخ التونسي وإعطاء رموز الكوديفيكاسيون للمطبخ التونسي باش نحافظ عليه للمستقبل وباش نربيو عليه ناشئ إن شاء الله في هالمهنة هذه وتكون أمور مدروسة علميا. وكيف ما قال خونا هيكل راهو جهاتنا وتنوعها يكون أساس ثراء المطبخ التونسي. وهذه ثقافتنا وفيت كان نرجع ممكن نهربوا شوية قفص سيدي بوسعيد وقتاش تسجل وين تسجل؟ سجلوه جابون سجلوه لي جابوني باسمهم سجلوا في جابون فما برشا من تراثنا ما تسجلش دونك سي لو مومون جامي باش انه على الاقل تراثنا ماكلتنا ثقافتنا يتصدر زاد كريم يتصدر تو تبارك الله. معناتها انا البارح جيت من لاي كنا في لا سومين غاسترونوميك جمعة الاكل الطبخ التونسي في ان اوتيل كراون بلازا غاديكا بحضور دبلوماسيين ووكالات اسفار وديتور اوبيراتور وعملنا جمعه كامله الى اي تي ابريسي على الاخر. معناتها سي تان بالاس معناتها في ان جراند اوتيل مده اربع ايام الاسبوع الطبخ التونسي العباد اكتشفته ما كانوش يعرفوه وهذا ويطلب من منظمين اخرين يقول لك عاودوا ارجعونا عاودوا وريونا ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما نشوفوا حاجات كيف ديما فما ان شاء الله تطور موجود في الاصعد الكل. مثلا انا بصراحه مثلا مانيش بروفيسيونيل في الكوجينه فقط معناتها مهتم شويه بالتطييب خاصه شيف ايوب يعطي الصحه غرمني على الاخر وبالكوجينه كما غرم برشا ناس نجم نواكب معاكم نشوف معاكم انشطه الجمعيه نتواصل معاكم نحضر معاكم في ديزيفينمون بورتو بورتو الاعلام راهو شريك استراتيجي معناتها كيفاش نجموا نتواصلوا مع الجمعيه؟ الجمعيه فما الصفحه بتاعها اللي هي موجوده بون نتواصلوا فيها نحن الاعضاء توا صحيح مازلنا باش نعملوا السيت ويب بتاعنا ان شاء الله يكون موجود ينجموا يتواصلوا معنا العباد فيها والاعلام تبارك الله ممثلين بريسك في القنوات التلفزيه معناتها الاعضاء الجمعيه موجودين في الراديو في عندكم مثلا انتم النائب هنا ايوب في كل قناه عندنا شكون يعني اون لا سامباتي دي ميديا معناتها كي يحسوا بيك قاعد تخدم في خدمه وقاعده تطور راهم يعاونوك ويعطيوك مساحه معينه باش تعلم فيها مادام فما نتيجه وفما بورا بانكوس دونك الاعلام يمكن شريك فاعل جدا باش العباد تعرف أكيد. وتتفاعل معنا. نشكركم على الاستضافه ونشكركم انتم زاد على المبادره الحلوه بصدق غدوه مبادره ان شاء الله حلوه بالتوفيق لكم وان شاء الله تعاودوا تجيو وحدنا نحكيو حتى على المبادرات القادمه. شكرا لك استاذ هيكل الجزيري خويا نجيكم في كل وقت. نحن ديجا يظل الزيتونه تلامذتنا وخيالنا واللي شاف كذا كلهم قاعدين يتعداوا في خلال الزيتونه. اللي يحبوا انا معناها كيفاش نقولوا ناخذ الفرصه هذه انتهاز انت وتستغل انتهاز الفرصه يعرفها في وقت بالضبط. دونك اللي يحبوا يكونوا من اصدقاء لاتباك الجمعيه التونسيه لمهني فن الطبخ ينجموا يكونوا معنا اكيد باش يغرموا حتى وليداتهم. عندنا باب للانخراط بالنسبه لصفه صديق للجمعيه ينجموا زاد يتصلوا بينا على الصفحه الرسميه الفيسبوك لاتباك ومرحبا بهم من كل مناطق الجمهوريه. احنا رانا الباب مفتوح للناس الكل اللي كيف ما قلنا تحب تقدم حاجه جميله لبلادها ولتونس العزيز علينا خاصه. ربي حتى ولو خذيت وقتي المسؤوليه كبرت برشا كي تعمل حاجه باهيه راهو العباد ديما طالبك بجديد وتطلع في الدرجه معناتها. وكما كنا نحكيو على الصغيرات اللي ولاو يتبعوا ياسر في دومين الطبخ والدنيا كل راهو قبل كان الفان بتاع الولد الصغير وبتاع المراهق كوارجي فنان التوا مازال ومغني ممثل توا تنجم تلقى في بيت تمشي البيت ولد صغير تلقاه معلق البوستير بتاع شيف كوجينه تلقاه معلق البوستير بتاعك معناتها هنا المسؤوليه. شيف ايوب معلق في بيت تلقاه سور تلقاه فما عباد يجيبوهم بيتهم وقاعدين يقول لك هديته كان تحضر له في عيد ميلاده صح هديته راه معلق بوستيرو في بيتك معناتها هنا المسؤوليه تكبر برشا برشا برشا. هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله وان شاء الله المستقبل خير من اللي كان وان شاء الله نوفيو بالتزاماتنا مع دومين الغالي علينا اللي هو الكوجينه. اكيد كل واحد من جهته يخدم بلاده وكل واحد من جهته يقدم. انت من دارك زاده كيف من جهتك حاول انك تقدم. اول حاجه اعرف شنو تتفرج، ثاني حاجه اعرف شكون يكون معاك وشكون تحيط نفسك،
وثالث حاجه ادعم اللي يستاهل. جمعيه كيف هناك تنجم تحضر معاهم، تنجم تشارك معاهم وتواكب معاهم. نحكي اليوم على الجمعيه التونسيه لمهني فن الطبخ، وكان معنا الاستاذ هيكل بن زايده نائب رئيس الجمعيه التونسيه لمهني فن الطبخ. نحن مازلنا مواصلين معاكم من بعد، نرجعوا لزاد كيف للشيف ايوب، نشوفوا وين وصل في المنيو نتاعو. نوال السعليوي باش تحضر معنا باش نحكيوا على موضه 2018 للنظرات الشمسيه، لكن قبل هذا فاصل قصير ومن بعد نرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، مازلنا مواصلين معكم حتى للستة متاع العشية. بالطبيعة كما أعلننا قبيلة باش نحكيو على موضة 2018 للنظرات الشمسية، بالطبيعة مع نوال السعلاوي. مرحبا بك نوال. مع السلامة سيدي. شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. مع السلامة شيف أيوب. مرحبا بك نوال. يعيشك. نوال باش الناس اللي تفرجوا فينا الكل. أكيد باش نحكيو على الموضة، لكن أنا ماذا بيا نرجع للشيف أيوب نشوفوا فماشي حاجة جديدة تو. خويا باش نقول لك أنا هاني الكراتان تاعنا طاب. هاو كيف ما نشوف دونك جوست ننظف له حنيكات وكا باش يخرج مزيان على الطاوله. بالنسبه للسلطه نتاعنا حضرت كيف زيناها، قاعدين نستناو في البسكي بحول الله شويه وما يبطاش. فيما كملت نوال جايبت لنا جديد في الموضه وفي الجو وفي الدار وفي الزينه وكل حاجه مزيانه تلقاها مع نوال السعلاوي. شويه اخر معايا انا في الكوجينه ونخدموا ان شاء الله. مالا ركز معنا بالكدا ايوب، على خاطر نوال اليوم باش تعطيك ديجا سويس مزيانه برشا تنصحك بالكدا اللي باش تختار اللونات نتاعك لصيف 2018. نعرفك ايوب ديما تحب تتابع التوندونس والجديد الفاشن فاشن ستايل. نوال الكلمه ليك. الوغ اليوم باش نحكيو على التوندونس نتاع لي لونيت l'air ou lunettes de vœux pour printemps ou été 2018. Avant de commencer, on va parler de l'école et les lunettes accessoires mohim barcha barcha fil look. Donc c'est très important باش نختاروا حاجه تتناسق مع الوجه نتاعنا، خاطر باش pour faire réussir le choix نتاع اللونيت لازم نعرفوا شنو الموديل اللي يمشي مع الوجه، مش لي موديل الكل اللي نجموا يتمشيو مع الفورم نتاع الوجه نتاعنا. هذاك علاش اليوم باش نشوفوا في البارتي الاولانيه لي لونيت ان توندونس اللي خارجين، وفي البارتي الثانيه باش نشوفوا كيفاش ننجحوا في اختيار اللونيت سولير اللي تتمشى مع وجهنا. ملان على الفاز هذه لازم نحي لونيتي خاطر عارفها ماشي تنسق برشا دونك خلي ركز معاك باش من بعد نجم ناخذ منك ونصلح. دونك عندنا صور قاعدين باش نشوفوهم بشويه بشويه على لي لونيت سولير، باش نحكيو على اليوم على النساء وعلى الرجال. دونك ما تبعدش برشا على بعضها الموضه في الشوا، فما دو معناتها برانسيبالمون فما دو تيب نتاع لونيت مازالوا ان توندونس بداوا خرجوا صافي توا ثلاث سنين ومازالوا متواصلين، اللي هما سوا ان ميتال سوا اللي نعرفوهم نحن بالعظم النوار، يبداو الكلهم معناتها الماتيغ نتاعهم العاج فوالا سي سا هذوكم، والا في الميتال. دونك مازلنا متواصلين فيهم، شفناهم عمناو والعام اللي قبلوا في الوان متعدده، باغ كونتخ خصنا نشوفهم في الوان ابرد شويه على البلو سيال، شويه على الجري، شويه على الفومي، دونك هذوما لي كولور اون توندونس. بالنسبه للناس اللي تحب الكلاسيك تلقاها ديما تميل للالوان معناتها السامبل اللي هو النوار واللي هو المارون اللي يتماشى مع كل شيء. باش نحب نقول اللي لي لونيت سولير سني نلقاوهم سو الموضه نتاع عام السبعينات رجعت. السبعينات رجعت لليونات المدورين، تلقاهم هكا صغيرين برشا على الوجه. لكن بنادي الجندي اللي نات هذه اللي حاطه السيد المخرج. اللي تمشيو ديجا موضه السبعينات حتى لي شارب والكل، الفورم نتاع القطوسه، عينين القطوسه، الفورم نتاع اللونات المدورين، والفورم نتاع اللونات اللي يمشيو على شكل البيضه. الاوفال. شو اسمها هي اللي عينين القطوس هكا نتاع ليالي الحلميه؟ نسيتها، ممثله معروفه هي. صفيه العمري ظهر لي. مصريه هكا شعرها ديما محجمته ككوب جارسون. لا نحكي الاخرى شعرها اصفر، ليالي ما نعرفش. يمكن تنسيتها واحده لا علينا فيها معروفه ياسر عينيها. صفيه العمري. المخرج قلنا صفيه. هاي صفيه العمري ولا اي هذيك تشبه القطوسه. دونك. مقدمني. بالنسبه للشواء معناتها التوندونس نتاع اللونيت، الحاجه الباهيه فيهم اللي هما نلقاهم يتمشيو مع لي ديفيرون ستيل. قاعدين نشوفوا في النوفيل جينيراسيون قاعده تعمل في شويه تمرد وجراه في الشواء نتاع لي لونيت، معناتها عادي نلقاو افيك ان كوستوم بالنسبه للرجال يلبس لونيت اللي هي ما تتمشيش مع لو ستيل نشوفوها نلقاوها سبور، تلقاها فومي، تلقاها
تلقاها من الميتال الومنيوم وهي يلبسها مع كوستيوم. هذه الحاجه الباهيه اللي نحبوا نوصلوا لها معناتها ان نحن نكسروا القاعده. بالنسبه ليا انا ننصح في انه الواحد كي باش يختار لونيت سولير ماذا بينا يكونوا عندنا زوز انواع نتاع لونيتات في الدار، اللي هي وحده سبور تمشي مع لي تونو دو سبور الحاجات سبور شيك، والحاجه اللي هي تكون كلاسيك وبوزي واللي تقعد معناتها متواصله معنا بوندون دي زاني ما تلقاها مدتها ما توفاش. ونصيحه معناتها نبعدوا على لي لونيت اللي فيهم ايميتاسيون التقليد معناتها ولا خاطر هذيك راهي مضره للعين ديجا. معناتها نجمو نلقاو وحده دو مارك ابارتير من 280 في متناول الناس الكل، لانها تخضع العدسه نتاع العين وتعرضها للاشعه فوق بنفسجيه ساعات واللي تضرب كبير على العين. ردوا بالكم على صحتكم وصحه الصغيرات. حتى كي نقولوا ساعات يقول لك دوزيام شوا وكل حاجه تذكر لا ما فماش دوزيام شوا، فما لونيت سولير تشريها من عند لوبتيسيان بالغارانتي نتاعها بال اذا كان معناتها عندك انت معناتها نقص في النظر تولي تتماشى مع انت في النظر، سينو معناتها لونيت سولير من عند لوبتيسيان نتفاداو نشريو لي لونيت من اي بلاصه. دونك قلنا في الكلاس نتاع معناتها في الدريسينغ نتاعنا نحاولوا نلقاو دو شوا نتاع لونيتات اللي هي الفوميل ميتال لافياتور الريبان. ديجا ريبان ما ماتتش وما ماهيش باش تموت اللي هي الفورم اللي نعرفوها نحن بوليس، لونيت افياتور لي لونيت اللي فيهم فومي فيهم ديغراداسيون الغاز الغول الفما فومي على البلو فومي على الغاز فومي على الفي. دونك باش نحاولوا نصفوا فما اللي تمشي على سبور فما تمشي على كلاسيك فما فوالا ديجا فما دي لونيت كلاسيك ما تقعد. انا عندي واحده كلاسيك من عام 2010 معناها ما تلتوا مازالت الموضه نتاعها ما فاتش. تمشي معايا الروز السيد المخرج قال لي انا تمشي معايا الروز محلاني تعمل لي قرابط في شعري اي سيرتو اذا حكيت تمشي معك حلو. حتى في اختيارنا لليونيت واحد مثلا نقولوا نحن الفورما نتاع راسو بلوز او موان هكا باش نجيوها هذيا توا فوالا ديجا معناتها الشوا نتاع لونيت امبورتون برشا هو كاكسسوار يعطي لوك. ديجا اول حاجه نشوفوها في الانسان اللي قدامنا اللي هو الوجه دونك حسب لونيت تنجم تفهم شخصيته معناتها كيما البارفان بالضبط ما تنجم تختار حسب لونيتك يعرفوا انسان انت شنو شخصيتك. فما اللي يلبس لونيت يقولوا هذاك قراي هذاك لا مش قراي هذاك مقربع شويه. الكلمه هذه نبيل خلينا نجرب انا ترى ايوب كي تلبس لونيت نتاعي كيفاش تبان ترى انا نطلع نطلع ما تخافش روبو 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 مش نتاع نطلع فيترينير طبيب خلينا نشوف ديجا وتيتو برشا الفورم نتاع اللونيت هذا كيف تشوف بها هذه والله روبو شوف شوف كان روبو انا عيوني والله روبو هذيك ما انا ناي ناقص يا في راسي يا في عيوني مانيش عارف محلالي سمحت وتيتك وتيتني وتيتك اه يا باهي تخرج منها 50 فرنك تيسي تيسي يلا انا وياك كيف شويه على اليونيت دو فو كيما قلنا الحاجه اللي خارجه توندونس السنه في لي لونيت دو فو اللي هما سو فورم دو لونيت سولير معناتها انديغي في الحجم نتاعهم في الفورم نتاعهم فما حتى الريبان وهي تلقاها معناتها لونيت دو فو معناتها الموديل نتاعها موديل افياتور ولا ريبان وهي لونيت دو فو كيف كيف زاد هذيا نرجعوا لموضه الثمانينات وموضه الاخر اخر سبعينات بدايه الثمانينات كانوا قبل يلبسوا برشا لي لونيت سولي لي لونيت دو فو اللي هما كبار بالكدا بالكدا نشوفوا امتنا الكل عندهم منهم لي لونيت هذوك دونك خموا يا جماعه كيفاش اي انتيك تحفه. دونك فما اربع انواع نتاع وجوه الكلنا نعرفوا فما الوجه المدور فما الوجه المربع الوجه المستطيل والوجه اللي هو على شكل بيضه اللي هو الوجه المثالي. بنحاولوا على حسب الفورم نتاع وجهنا نختاروا اللونيت تتماشى معانا. بالنسبة للوجه اللي هو مدور معناها هنحاولوا ديما نميلوا لليونات تبدا مستطيلة شوية معناتها الطول أكثر من العرض على خاطر الوجه مدور معناتها كي تلبس له حاجة صغيرة ولا قصيرة باش يزيد يتعبى أكثر الوجه. دونك بالنسبة للأكثر موديل اللي يمشي معاه هو كما قلت قبيلة الكات أي معناتها اللونات عينين القطوسة نلقاوهم هكا من هنا مذبين كيما نتاع أم كلثوم أما أكبر شوية معناها أنا نلبس لونات كيما نتاع أم كلثوم. لا أنت وجهك مش مدور أنت وجهك طويل شوي طويل تحب لي لونات كي سيد مكاوي عندنا سامحوني عندنا الوجه المربع اللي هو تلقاه معناتها عريض من في الجبين والخدود معناتها معبين شويه دونك هذيك اكثر حاجه تمشي مع لي لونات المدوريين لي لونات على الفورم تاع العظمه ولي لونات اللي هما زاده كيف كيف كيما عينين القطوسه يحاولوا ديما معناتها لي فورم هذوما تاع لي لونات ينقصوا له من الحجم تاع الخدود نتاعهم يبينوه معناتها اصغر شويه.
الوجه طويل دونك نحاولوا ديما ناخذوا دي لونيس فورم دو سيركل اللي هما المداورين واللي هما توندونس برشا سنة من صغار بالكل حتى كشيل الكبار. معناها انا واحدة منهم نختار. تنجم تختار اي يتمشيو معك اي يتمشيو معك سيركل باهية زعما دونك يخليو الوجه يظهر انعم شوية معناتها لا لا ما تنجمش لا ولا ما تنجمش ايوه ما نجمش والا زاد الحاجة اللي تمشي في مع الفورم تاع الوجه هذوما هو لي لونيت اللي يبداو فيهم غفلي معناتها اون ديغي الومنيوم الميتال معناها يتباكسوا من بعيد اي عاد ساعه عكسه معناتها تسمى تطيح شويه فوالا دونك عندنا الوجه البيضاوي اللي هو الوجه المثالي هذاك يمشيو معاها تو تيب دو فورم نتاع لونيت دونك كل الانواع دونك نذكروا بهم اليوم الافياتور مازال خارج بالقدا البوليس دونك الكات اي الريبان الكلاسيك والميتال اللي هو على الفمي. بالنسبة للأولاد كيف كيف معناتها نفس الميثود يحاولوا أنهم هما يتمشيوا مع تيب دو فورم نتاع وجههم ومتاع الحجامة خاصة أنك الحجامة اللي هكا ذيك مع كيفاش هكا؟ خلي بسلات القنفذ يعرف لا لا كي لنا ناس يبدا راسه هكا دونك يحاول أنه يبين منظره لائق شوية خاطر معناتها ديما يقعد راجل ولازم يكون بيان بريزونتي مبالغة شوية لائق أي معناتها لونيت هكاكا لونيت مدورة وهكايا احتراما لكل الأذواق أما نحاولوا نختاروا البناء اللي هو يتعاقب عليه البلدية قال فوالا دونك هذه كانت الكرونيك نتاع اليوم باغابوغ للونيت وان شاء الله تكون عجبتكم. يعطيك الصحة خويا ايوب. انا عندي اشكال بيضاوية دائما انا باش نجيك في الاشكال البيضاوية اكيد خلينا نشوفوا كيفاش نلبسوها اللونيتات. نوال يعطيك الصحة شكرا ليك انه بالرسمي كي تبعوا معنا ها طماع ها ها خويا البس. صحيح انت مو قالك. برشا ناس راهم في بالك شوقوا هكاك هي الصحابة. انا كي يشوفوني في الشارع ما نلبسش اللونيت في البرة ما يعرفونيش بالكدا يقول لي وين لونيتك؟ ما يعرفونيش بالكدا. السادة المشاهدين حافظوا على صحتكم ولا الدكتور تشوفني مهذب هكا. ولا تبارك الله عليك. لا برسمي تو قولي بروف بروف. نو نو نو. ترى عطينا بيان سيري سيد مخرج خلي باش نقول لهم كلمتين خفاف نظاف ونخرج على الروح. اليوم عملنا كي العادة مجموعة من الأطباق متميزة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. لولا سلطة نتاع روز فيها برشا فيتامينات وبرشا خضرة سيبنا سيد المخر سيبنا خلينا نخدم على رواحنا ودينا علاش هكا توا يا رسول تشتت لي في اذهان وفكري والسيد عزوز مزروب يحب يروح اقعد تم بخدم على روحك به دونك ساده المشاهدين كيف ما قلنا عملنا سلطة بالعدس طيبناه واللوبيا كيف لوبيا حمراء وبعد عملنا الروز معاها وعملنا معاها طماطم فلفل اللي تحبوا انتم تعملوا نوعيه الخضره فوحناهم شويه زيت زيتونه ملح وفلفل اكحل وعصيره قارص هكا سلطه حاضره بالنسبه للطبق الرئيسي ها نشوفوه بيان غراتيني اللي هو هالطاجين بالبيتنجال عملنا بيتنجال شويناه وبعد عملنا له صوص بشاميل وصوص بولونيز حمراء باللحم وعملناهم طبقه وعلى الوجه حطينا فروماج موتزاريلا اللي تحمر بالقدا خرجناه من الكوشه نقول لكم صحه وبشفاء لازم تحليه نختموا بها اليوم عملت هالبسكوي هذايا الكوكي من برا فارينه معها نوات كوكو مبشور وفي قلبها الفريز تفاصيل الوصفه تلقاوها كي ترجعوا تفرجوا على الحلقه على اليوتيوب الا على صفحه الفيسبوك بالفرنسيه نهارنا هكا تلقاونا انا وكنافادي اليوم قدمنا لكم هالمجموعه من الوصفات يا رب ان شاء الله تعجبكم جربوها وعندكم اي ملاحظه تنجموا تخليوها على الباج نتاعنا كيف كيف مرحبا بكم انا نقول لكم الى اللقاء غدوه في نفس الموعد ان شاء الله مع وصفات جديده وبنه جديده في الكوزين. يعطيك الصحه يوب شفتر شكرا ليك بطبيعه تتفرجوا في الاعاده 10 نص نهار يوميا تو نرجع فادي هكا. نويل السلاوي شكرا ليك يعطيك الصحه. زينوم ميرسي بيان على الديكور المزيان زينوم كنت تتفرج فيا والله نشكرك برشا على الديكور المزيان اللي كنت الكل يعطيكم الصحه نتلاقاو ان شاء الله في الايامات القادمه ديما مع بعضنا في الاخر ديما الكلمه نحب نقول حياتكم شيشه مره خليوا السعاده عاده عايش حياتكم احلى مره وربي يحفظ تونس باي باي